السلام عليكم، شكرا يا جماعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في أكاديمية دارين والمحاضرة الخامسة إن شاء الله من الفوتوشوب وتطبيقاته في الهندسة المعمارية أو في الإظهار المعماري. إن شاء الله، بس الأول نطلب من الضيوف الكرام يعني إن هم يغيروا اسمهم، تمام؟ هيلاقوا فوق هنا إن شاء الله فوق يعني الشات مباشرة هيلاقوا كلمة جيست، يغيروها لو سمحت، كل الناس تغيرها. نقدر بس نتواصل بسهولة. الأول بس بنعتذر عن المحاضرة الأسبوع اللي فات، بس حصل انقطاع عندي في الإنترنت وما ثبتش غير يوم الأحد يعني، فإن شاء الله الناس تكون عذرانة يعني. في الأول بس قبل ما نبدأ إن شاء الله محاضرة النهاردة، حابة أطمن الناس المتابعة معانا إن شاء الله، هل في أي مشكلة في الكلام اللي إحنا خدناه الأسابيع اللي فاتت؟ هل في حاجة محتاجين نراجعها، محتاجين إن إحنا نتناقش فيها، حاجة مش واضحة قبل ما نبدأ إن شاء الله في محاضرة النهاردة؟ استاذ فواز، حضرتك تقدر ان شاء الله دلوقتي الدعم الفني ينزل رابط المحاضرات على اليوتيوب، وحضرتك تقدر تراجعها، وان شاء الله يعني لو في اي حاجه برضو مش واضحه تقدر تسالنا فيها ان شاء الله اي وقت في ما فيش مشكله. هي ادوات الفوتوشوب كلها يعني تقدر تقول انها منفصله، تقدر تفهمها، واحنا كل ده بناخد في ادوات، لسه التطبيق العام ان شاء الله هيكون من المحاضره الجايه، فما تقلقش استاذ فواز. والمحاضرات اللي فاتت تقدر تاخدها ان شاء الله دلوقتي، الدعم الفني ينزل رابط اليوتيوب الخاص بالمحاضرات اللي فاتت، تقدر تراجعها ان شاء الله لغايه المحاضره الجايه، لو في اي حاجه تقدر تراسلني ان شاء الله. اتفضل، بس الاول جست 55 غير اسمك بعد اذنك. تحت امرك استاذ فواز. لا يعني لا، هو حضرتك احنا بندرسه عشان نظهر الرسومات الهندسية، استاذ سليم بندرسه عشان نظهر الرسومات الهندسية عن طريق الفوتوشوب ان شاء الله يعني. ممكن حضرتك ما شفتش المحاضرة الأولانية فما تعرفش احنا ايه الهدف بتاعنا، بس حضرتك راجع المحاضرة الأولانية هتشوف احنا الهدف بتاعنا ايه. واحنا ان شاء الله النهاردة لو في مجال، لو في وقت يعني، والناس مستعدة، ممكن ندخل في موضوع الأوتوكاد دلوقتي يعني، هتبدأ يظهر معاك الموضوع بشكل أكبر يعني. أستاذة هالة، إحنا إن شاء الله قلنا هنشتغل على الفوتوشوب طبعا كبرنامج أساسي عندنا، وهنتعرض للأوتوكاد لأن إحنا بنحتاج منه الرسومات الهندسية، وهنتعرض لبرنامج اسمه إليستريتور من نفس مجموعة الأدوب أو شركة الأدوب، عشان برضو نعالج بعض المشاكل أو نقدر نشتغل بأسلوب معين تاني عن طريق نصدر يعني الملف من الأوتوكاد للفوتوشوب. فحضرتك محتاجة تسطبي على الأقل الفوتوشوب والأوتوكاد على الأقل، ولو سطبت الإليستريتور هيكون أفضل كتير بقى. والله الروابط ما ينفعش ننزلها هنا، حضرتك تقدري تدور على الإنترنت وإن شاء الله تلاقيها. لا ان شاء الله احنا هندي مقدمة بسيطة في الاوتوكاد، ممكن النهاردة او المرة الجاية حسب الوقت ان شاء الله المتاح عندنا. استاذ سليم، هندي ان شاء الله مقدمة في الاوتوكاد بس على الجزء اللي احنا محتاجينه، ممكن النهاردة او المرة الجاية حسب ان شاء الله الوقت المتاح بالنسبة لنا. والله هو النهاردة لو الناس فعلا معظمهم سطبوا اوتوكاد هنبدأ في الاوتوكاد، لو مش كده هندي فرصة للمرة الجاية ان شاء الله، بس طبعا لازم يكون الناس عندها فوتوشوب على الاقل يعني، ده الاساس يعني. استاذ مؤيد، هنبدا ايه؟ هتقول ماذا هنبدا ايه بالظبط؟
لا في السريع. ماشي اوكي كويس. فوتوشوب قصدك سي اس 5 استاذه هاله، خمسه قديم قوي قوي يعني. لا لسه هنبدا استاذ اسيا. لا ممكن استاذ امير النهارده نبدا اوتوكاد دلوقتي، هنشوف بس نخلص الجزء اللي احنا طالبينه في الفوتوشوب، نشوف اسئله الناس، ولو في وقت بالنسبه لنا لو الناس عندها اوتوكاد هنبدا اوتوكاد النهارده، لو ما عندهاش هنأجل موضوع الاوتوكاد للمره الجايه عشان الناس تلحق من هنا الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون ايه سطبت الاوتوكاد، لان هناخد جزء بسيط بس تطبيق عملي، فما ينفعش الناس تاخده وتركنه يعني، ما ينفعش من هنا للاسبوع الجاي والناس تلاقي الموضوع مش واضح. هنشوف ان شاء الله الموضوع ده نخلص بس وحسب الوقت المتاح. ماشي يا جماعه، في حد عنده اسئله في الموضوع اللي فات في المحاضرات اللي فاتت ولا نقدر نبدا؟ اي نسخه مفيش مشكله خالص استاذه ياسمينه، اي نسخه مفيش اي مشكله، ان هو احنا استخدامنا ليه هيكون مجرد تحضير للايه للملف مش اكتر يعني، يعني هيكون وقت بسيط جدا شغلنا عليه ومش هنستخدم اي ادوات كبيره فيه. مش لو حد عنده اي سؤال في المحاضرات اللي فاتت يكتب لنا رقم 2، ننتظر يكتب السؤال براحته، لو ما عندوش مفيش حد كتب 2 هنبدأ ان شاء الله مباشرة. ماشي بسم الله نبدأ ان شاء الله. هنعمل سكرين شيرنج بس في الاول ونبدأ ان شاء الله. ما فيش مشكلة يا أستاذ شريف، يعني لو عندك مساحة ما فيش مشكلة يعني، ما مش هيعمل معانا أي مشكلة موضوع لا والله أستاذ مروان الأسبوع اللي فات حصل مشكلة عندي في الإنترنت، ما قدرتش إن أنا يعني إيه أقدم المحاضرة، فإن شاء الله دي المحاضرة الخامسة، الأسبوع اللي فات ما خدناش إحنا. ماشي هنبدأ إن شاء الله يا جماعة. احنا طبعا المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا في الحاجات الأساسية في البرنامج، وكان توقفنا في آخر محاضرتين عند اللايرز، اتكلمنا في اللايرز وفي موضوع السيليكشن آخر محاضرة اللي هي الأسبوع اللي قبل فات، كان اتكلمنا في موضوع السيليكشن بأنواعه بالأساليب بتاعته كده، والنهاردة إن شاء الله استكمالا للمواضيع ديت هنبدأ نكمل في موضوع اللاير والإيه والسيليكشن. يعني طبعا محاضرة النهاردة هي انتجريشن ما بين اللاير والسلكشن مع مجموعة أدوات جديدة بنحتاجها وأدوات مهمة جدا يعني في الشغل بتاعنا. هنبدأ إن شاء الله النهاردة بحاجة اسمها اللاير لوك، واللاير لوك مهمة في إن هي بتحافظ لي على الشغل بتاعي، تمام؟ بمعنى إن أنا مثلا دلوقتي لو أنا واقف على اللاير مثلا زي اللاير دي مثلا، انا ممكن بشكل خاطئ ان انا احركها من مكانها، تمام، بشكل خاطئ ان انا احركها من مكانها، او ان انا مثلا اكون عامل سيلكشن مثلا وبالخطأ الغي منها جزء، تمام. فاللاير لوك هي بتفيدني في ان انا احمي اللايرز بتاعتي، بمعنى ان انا خلاص عملت لوحة زي دي مثلا او عملت الشغل بتاعي بصورة معينة وانا لسه بعمل اديتنج في جزء تاني من اللوحة، اقدر ان انا اجي على لايرز معينة واقفلها بعدة مستويات، وإن شاء الله دلوقتي نتعلم ونشوف إيه المستويات دي. نبدأ إن شاء الله. عندي اللير لوك موجود عندي في الإيه في المنطقة اللي فوق من التيب بتاعة الإيه أو البانل الخاصة باللبس. إحنا دلوقتي واقفين على البانل الخاصة باللير، عندي فوق حاجة اسمها البليندنج أوبشن إن شاء الله هنتكلم عليها النهاردة، تمام. وإحنا بكده اتكلمنا على الأوباسيتي والفيل، تمام. ان شاء الله اللير لوك اللي هي الاربع اوامر او الاربع ايقونات اللي موجوده عندي هنا، تمام. نبدا ان شاء الله من اليسار. هنا عندي الاولانيه اللي هي لوك اوباسيتي اريا، تمام، او الترانسبيرنت بيكسل، لوك ترانسبيرنت بيكسل. في حاله اي استخدام اي ايقونه من ايقونات اللوك اللير لوك هنا عندي بنلاقي ان هو بيظهر لي قفل صغير جنب اللاير، تمام، ودي برضو مفيده عشان ما نجيش انا عايز اعمل ايديت على اللاير ولا ان انا مش قادر اعمل ايديت ومش فاهم ليه السبب، فهي بتكون ايه السبب الخاص بيها بسبب ان انا عامل لوك لللاير عن طريق احد الايه الاوبشنز بتاعتي. طبعا الثلاث اوبشن الاولانيين
بيعملوا لوك بشكل جزئي، وهنعرف الفرق بينهم ان شاء الله دلوقتي. الفرق بشكل جزئي اللاير، فبنلاقي ان اللاير بتاعتي او اللوك القفل الابيض، القفل لونه ابيض، تمام. في حين ان لو انا فعلت اللوك الاخراني ده بيعمل لي يعني اغلاق كامل لللاير، او بيحمي اللاير بشكل كامل، فبيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيكون القفل اسود، معناه كان هو ايه؟ فول لوك، تمام. طبعا اللاير لوك يعني بيشتغل معانا على اللايرز، الفول لوك بيشتغل، او اللاير جروب بيقبل بس الفول لوك، تمام. طبعا ده يعني الناس اللي اشتغلت او كده اكيد تكون فاهمه ان الموضوع دوت يعني هيوضح معاها قوي لما نعرف استخدام كل واحده من الثلاثه دول، تمام. هنبدا ان شاء الله ونرجع نقول النقطه دي دلوقتي. نجرب اول واحده اللي هي اسمها اللوك ترانسبيرنت بيكسل، تمام. انا عندي دلوقتي زي ما احنا فهمنا قبل كده ان اللاير، تمام، قد تكون اللاير ديت جزء من الايه، من المساحه. فانا عندي دلوقتي اللاير زي اللي احنا واقفين عليها اللي هي صوره الايه، البنش دوت، هي عباره عن المساحه دي بس، واضحه، هي عباره عن المساحه دي بس، يعني مش واخده كل مساحه الايه، اللوحه بتاعتي. معنى كده ان انا عندي اجزاء فاضيه، يعني كل الاجزاء اللي حواليها ديت عباره عن فاضيه. دي بيسميها البرنامج ترانسبيرنت بيكسل، تمام. طيب انا دلوقتي لو استخدمت حاجه زي البراش، البراش احنا لسه ما اتكلمناش فيها او لسه ما خدناهاش، تمام. بس انا دلوقتي هنبدا نجرب. لو انا دلوقتي جيت ارسم، تمام، هلاقي ان البراش شغال معايا، شغال فين؟ شغال في المساحه بتاعت الصوره اللي هي المربع ده، وشغال برضو بره المساحه بتاعت الصوره اللي هو الجزء اللي بنقول عليه الترانسبيرنت ايه، بيكسل، تمام. حتى احنا لو عملنا مثلا هيدن لللاير هنلاقي ان هي فعلا رسمت على اللاير ديت، او رسمت او اشتغلت على اللاير بتاعتي اللي هنا، تمام. طيب انا دلوقتي هنجرب ونعمل، انا عملت اندو طبعا، هنعمل لنفس اللاير، هنروح على اللوك ونقفل الايه، الترانسبيرنت بيكسل، تمام. وهنيجي نبدا نرسم، هنيجي نرسم زي احنا شايفين. انا بدات ارسم، البراش بدات ترسم معايا على اللاير نفسها، بس اول ما طلعت في المساحه الفاضيه اللي هي اوريدي ما فيهاش اي حاجه، تمام، اللي هي الترانسبيرنت، لقينا ان هي ايه، بطل يرسم، ان البراش ما بقتش تستخدم او ما بقتش ايه، اكتف معايا، تمام. هنيجي دلوقتي بس هنقفل بقيه اللايرز، واضحه معانا دلوقتي، ادي دي اللاير والمنطقه اللي حواليها دي اللي هي الترانسبيرنت، تمام، معمول لها لوك. نيجي نرسم، بيحصل ان هو بيرسم لي في المنطقه اللي هي اللاير نفسها، بس اول ما بنطلع خارج حدود اللاير او منطقه التصميم بيكسل بايه، بيقفل لي او ما بيشتغلش معايا. مجرد ما انا بس بلغي اللوك بتاعتي بيبدا يحصل لي ايه، ان هو عادي جدا بيشتغل معايا وبيرسم معايا الايه، زي ما احنا شايفين، تمام. ده اللي هو اللوك ترانسبيرنت بيكسل، ممكن استخدامها يعني اقل شويه من حاجات تانية بس مفيده برضو معانا. هنيجي نخش على النقطه التانية اللي هي اللوك ايمج بيكسل، تمام، برضو واضحه من اسمها، تمام. ايمج بيكسل اللي هي النقطه اللي هنا، تمام، وزي ما احنا شايفين دلوقتي انا واقف مثلا على البراش، مجرد ما بنيجي نقرب، تمام، ما دام انا واقف على لاير لوكد بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيديني العلامه اللي هي الستوب او الكوشن اللي هو ما يقدرش ان انا اشتغل. حتى لما جيت اجرب اشتغل قال لي ان ايه، couldn't use the brush tool because the layer is locked، انت ما تقدرش تستخدم البراش عشان انت الايه، اللاير بتاعتك مقفول، تمام. فانا طول ما انا واقف مش قادر ان انا ايه، اشتغل على اللاير بتاعتي، لان انا معمول لوك. مجرد ما انا اشيل اللوك ديت هلاقي ان الايه، ان الدايره بتاعت او البراش بتاعتي ظهرت معايا، واقدر ان انا اشتغل عادي جدا، مفيش اي مشكله. واضح يا جماعه النقطه ديت؟ ماشي، هنكمل. ديت النوع التاني من اللوك اللي هو الايه، اللوك ايمج بيكسل، تمام. هنخش على النوع التالت اللي هو اللوك بوزيشن. اللوك بوزيشن طبعا برضو واضح من اسمه ان هو بيعمل لي ايه، بيقفل لي المكان، ما اقدرش اعمل موف. يعني انا لو وقفت على الموف تول، تمام، وجيت ان انا احاول احرك اللاير، هيديني برضو رساله يقول لي ان ما تقدرش انك تحير اللي تحرك اللاير عشان انت عامل ايه، عامل لوك ليها او موف لوك، تمام. في حين ان انا لو واقف على اي لاير تانية، تمام، اقدر ان انا ايه، احركها، مفيش اي مشكله، تمام. طيب لو انا دلوقتي واقف على اللاير بتاعتي اللي هي اوريدي لوكد، تمام، هل اقدر ان انا اغير فيها، اغير في محتواها؟ يعني مثلا لو جيت على البراش اقدر اغير، اقدر اغير، مفيش اي مشكله. يبقى انا قافل ايه، قافل التحريك، بس اقدر اغير في محتوى اللاير،
ما اقدرش اغير مكانها، بس اقدر ان انا اغير محتواها ايا كان محتواها ده ايه. ودي برضو مفيدة جدا في ان انا بنحمي اللير بتاعتي من ان هي ايه تتحرك او تتغير المكان بتاعها. طيب لو انا عايز اقفل بقى الايديتنج والموف وكل حاجة ببساطة خالص، بقفل ايه اللير بشكل كامل اللي هو اللوك لير. تمام، دوت الاداه دي بتقفل لي لير، لا اقدر اعمل لها ايديتنج. يعني لو عملت دلوقتي مثلا سيلكشن زي كده وجيت اعمل ديليت، هلاقيه ما لغاليش اللير ديت منها حاجه. تمام، عكس لو انا لغيت اللوك هيلغي لي منها. تمام، في نفس الوقت لو انا حبيت ان انا احرك اللير ما تتحركش معايا وبيديني الكوشن ديت، فهو اللاير لوك ده بيقفل لي كل حاجه، حتى الترانسبيرنت، حتى الاوباسيتي، حتى الفيل، حتى البليندنج اوبشن، بيقفل لي كل حاجه موجوده في اللاير، بيقفل لي كل حاجه موجوده في اللاير، ما اقدرش اعدل فيها نهائيا لغايه ما ايه ما نلغي اللوك ده. طبعا احنا دلوقتي لما فهمنا الفرق بينهم واضح ليه الثلاثه دول ما ينفعش يشتغلوا على الايه، على اللاير ست. اللاير ست زي ما قلنا في الاول هي دي عباره عن بس زي الفولدر بالظبط، زي ما احنا بنتعامل مع الفولدر والايه والفايلز جوه الويندوز. الفولدر هو عباره بس عن ايه، عن ملف او بنقدر نحط فيه مجموعه ملفات، هو عباره كانه محتوى، كانه بوكس كده بحط فيه الملفات بتاعتي. فهو برضو اللاير سيت هي عباره عن بس فولدر بنقدر نحط جواه اللايرز بتاعتي عشان عمليه تنظيميه، نقول له والله اللايرز دي هي عباره عن ايه، عن اللايرز الخاصه مثلا بالماستر بدروم. تمام، اللي هي جواها مثلا عندي دي البيكتشر، عندي مثلا ممكن لير ست تانية نسميها تكست، عندي لير ست تالتة سميتها سامبل، وجوه كل ايه جوه كل لير. تمام، بيكون او لير ست اسف، بيكون جواها هو الملفات، او جواها هو اللايرز اللي انا بعمل عليها اديت او بعمل لها موف او ايا كان. فهو في الحاله ديت الاكتف بس معايا ليها اللي هي الايه اللير لوك او اللوك اول. تمام، اما بقيه اللاير لوك اوبشن مش متاحه بالنسبه لي بالنسبه لايه اللاير ست. اتمنى يكون نقطه اللوك دي واضحه للجميع. واضحه يا جماعه؟ لو واضح اكتب واحد، لو حد عنده سؤال اكتب اتنين. ماشي، هنكمل ان شاء الله النقطه اللي بعد كده. نبدا نكمل ان شاء الله. طبعا يعني اللاير لوك مفيده جدا في حاجه زي اللي احنا بنعمله الايه، يعني لو بنعمل لوحه زي كده بعد كده لما نبدا نشتغل ويكون عندنا خلفيات او عندنا شغل، هنضطر ان احنا نعمل لاير لوك عشان نحمي اللايرز، لان بيكون اللاير بوزيشن بتاعها بالنسبه لبعضها مهم جدا. ان احنا نحافظ على مكان اللاير بالنسبه للاير الثانيه هيكون مهم جدا، وهنستفيد جدا بحكايه اللاير لوك ان شاء الله. هنقفل بس الملف ده، نفتح ملف تاني. تمام، وهنبدأ في حاجة اسمها اللاير ستايل. اللاير ستايل يعني دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير جدا، سواء في التصميمات اللي على المجلات او في البانرات اللي موجودة في الانترنت، او مثلا لوحات الاعلانات او ايا كان. ودي من الحاجات اللي مثلا ايه يعني استخدامها يومي، اي واحد بيشتغل على الفوتوشوب لازم يستخدم، يعني مش كل طبعا اللاير ستايل، بس على الاقل بيستخدم منها ايه 3 او 4 حاجات بشكل يومي. يعني لير ستايل عندي الفوتوشوب بيديني حوالي 10 لير ستايل. تمام، حاجه اسمها دروب شادو طبعا، اللي هي من اسمها اللي هي الايه الشادو لاي اوبجكت. طبعا انا راسم الشيب ده شيب عادي جدا من الايه من الفوتوشوب. تمام، هو ده الشيب الاصلي بتاعي اللي هو الرصاصي دوت، وانا بشتغل او بضيف عليه اللير ستايل. فهو انا عندي الايه الايه ده الدروب شادو. تمام، عندي بعد كده الانر شادو. تمام، ده اللي عندي الحدود بتاعتي، وهو ايه عمل شادو داخلي. عندي الاوتر جلو. تمام، وعندي الانر جلو، عندي حاجه اسمها البيفل. تمام، عندي حاجه اسمها الساتين، وعندي حاجه اسمها الايه الكالر اوفرلاي، وعندي الجريدينت اوفرلاي، باترن الستروك. تمام، دلوقتي هنتعلم ان شاء الله ازاي نضيفهم، ازاي نتحكم في شكلهم، ازاي نقدر ان احنا نعمل ايه يعني نستخدمهم مع اللاير المختلف. تمام، طبعا اللاير ستايل بنقدر نستخدم اكتر من حاجه، انا بس هنا فاصلهم. تمام، يعني اقدر استخدم في نفس اللاير، اقدر استخدم الدروب شادو مع الانر شادو، مفيش مشكله.
انا استخدمهم العشرة في نفس اللاير، مفيش اي مشكله. بس طبعا لو ما يكون عندي كلر اوفر لاي مثلا وجريدينت اوفر لاي مش هيجوا فوق بعض، لان في واحده هتيجي فوق الثانيه، تمام؟ هم ليهم ترتيب معين، فلما اجي استخدمهم مع بعض واحده هتغطي على الثانيه. بس مثلا لما يكون في حاجه زي الاستروك مثلا مع الدروب شادو، الاستروك هو عباره عن الحدود الخارجيه، والدروب شادو عباره عن الشادو اللي جاي من الايه، من اللاير نفسها، تمام؟ فطبعا مفيش تعارض ان دوت يظهر وده يظهر، فالاثنين بيكونوا واضحين. بس احنا مفيش مشكله ان احنا نستخدم اكتر من ايه، من لاير ستايل في نفس الايه، اللاير بتاعتي، تمام؟ اللاير ستايل طبعا بن ايه، بتستخدم مع الشيب، مع الراستر لاير، مع السمارت اوبجكت، مع التكست، مع اي لاير موجود عندي، ما دام في لاير فيها بيكسل خلاص تشتغل معايا، مفيش اي مشكله خالص. نقدر نضيف اللاير ستايل عن طريق حاجتين، عن طريق ان انا بضغط دبل كليك في اي مساحه فاضيه، يعني ما اجيش اضغط دبل كليك هنا طبعا على الشيب بيظهر لي ده، فلما اجي اضغط دبل كليك هنا بيديني الايه، الكالر، ان انا اقدر اغير اللون بتاعه. طيب لو انا جيت ضغطت مثلا على التكست بيخليني اقدر اعدله، تمام؟ لو انا جيت ضغطت على اسم اللاير هنا بيخليني اقدر اعدل اسم اللاير. فانا بضغط فين؟ بضغط في اي مساحه فاضيه، تمام؟ في اي مساحه فاضيه اللي هي المساحه اللي عندي هنا دي. انا مجرد، انا دلوقتي هاجي مثلا على اللاير الاولاني وهنعمل ايه، كلير، تمام؟ وهنتعرف دلوقتي ازاي نعمل الحاجات دي. بس ايه، انا لغيت اللير ستايل، تمام؟ طبعا بيظهر لما يكون في لير ستايل بيظهر عندي علامه الاف اكس، يعني معناها ستايل، وبيظهر عندي السهم اللي هو بيفتح لي اللير ستايل اللي متطبقه عندي هنا، تمام؟ هنبدا نتعامل دلوقتي مع اول اوبجكت اللي هو الشيب بتاع الدروب شادو، الشيب اللي عندي هنا، تمام؟ بنقدر نضيف له لير ستايل عن طريق نعمل دبل كليك، تمام، في المساحه دي، فبيفتح لي الديالوج بوكس اللي اسمه لير ستايل، او عن طريق ان انا بضغط على علامه الاف اكس ديت واختار اللاير ستايل مباشره بتاعتي، تمام؟ انا دلوقتي هختار الدروب شادو، تمام؟ فهيجي يفتح لي اللاير ستايل ويفتح لي على الدروب شادو تيب، تمام؟ الدروب شادو تيب هنلاقي عندي عده حاجات. اول حاجه البلند مود، البلند مود، تمام؟ البلند مود دي عباره عن يعني اسلوب، او نقدر نقول بريست اوبشن البرنامج عامله، تمام، بحيث ان هو يبدا يعمل تداخل ما بين الصوره، تمام، او اللايرز وبعضها، ما بين اللايرز وبعضها. هي يعني ما فيش ليها وصف معين، بس هي بتدي بعض افكتات نقدر ان احنا نفهمها عن طريق التاثير اللي بيظهر معانا. فاحنا حاليا هنشتغل على النورمال عشان يظهر معايا البليند اوبشن بشكل واضح. النورمال ده اللي هو بيديني اللون والشكل والتأثير زي ما هو، يعني لو حطينا اسود هيطلع لي اسود، حطينا ابيض هيطلع لي ابيض، هكذا، تمام، بدون ما يحصل فيه اي تأثير تاني. فهنشتغل على النورمال في كله، وان شاء الله بعد ما نخلص اللاير ستايل هنتكلم على البليند مود ونجربه على ايه، على فوتوز او صور بتبقى واضحة بشكل اكتر من ان احنا نجربها على اللاير ستايل معانا. دلوقتي هنبدأ نشتغل، وبعد كده ان شاء الله نجرب عليه ستايل كمان. هنجرب ان شاء الله الايه، الدروب شادو. اول حاجة بتظهر عندي اللي هو الايه، اللون، تمام. انا هبدأ بس الاول كده، عشان يظهر معانا بس التأثير كويس. يعني بس يا جماعة، عايز الناس لما نغير حاجة تبدأ تبص هنا في البريفيو بتاعي، وبتبدأ تبص هنا في الايه، في الشكل اللي انا بعدل عليه، تشوف التأثير ده اتغير ازاي. عندي اول حاجة اللون، تمام. اللون ده اللي هو لون الشادو نفسه، تمام، لون الشادو نفسه، تمام. بعد كده عندي اللي هو الاوباستي، او درجة وضوح الشادو، تمام. عندي بعد كده اتجاه الشادو، يعني انا الشادو عندي هنا جاي في اليمين عشان الزاويه بتاعتي 120، فهو جاي في الاتجاه ده. كل ما انا نلف، تمام، سواء بغير عن طريق الاتجاه اللي هنا، تمام، او بغير عن طريق الزاويه اللي موجوده عندي هنا، بدي له قيمه، تمام، بيبدا يظهر معايا التاثير، تلاقيه اتغير معايا في الايه، حسب الاتجاه اللي انا جاي، تمام. نلاحظ معايا حاجه مهمه قوي اللي هو الاختيار بتاع اليوز جلوبال لايت، يوز جلوبال لايت. دلوقتي لو لاحظنا، انا دلوقتي هغير، انا دلوقتي بغير فين؟ بغير جوه الدروب شادو لللاير اللي هي دي،
يعني ماليش علاقه بقيه اللير كلها. بس انا دلوقتي لو جيت غيرت هنا هنلاقي ان اللير دي كمان اتاثرت. الانر شادو دوت، يعني انا دلوقتي هرجعها 120 تاني زي ما كانت، الانر شادو عندي ظاهر فين؟ فوق وعلى الشمال. دلوقتي انا هغير الانجل للاتجاه ده، هنلاقي ان زي ما احنا شايفين طبعا الدروب شادو اتغير معايا، بس في نفس الوقت الانر شادو اتغير. تمام. طب انا ايه علاقه اللاير دي بلقيه اللاير؟ انا العلاقه بس الوحيده اللي موجوده في الحاله دي اللي هي حاجه اسمها اليوز جلوبال لايت. تمام. طول ما اليوز جلوبال لايت ده اكتف معايا، معنى كده ان السيتنج اللي انا بعدلها هنا مش خاصه بس باللاير اللي انا واقف عليها، لا خاصه بالجلوبال لايت او الاضاءه العامه بتاعت الملف بتاعي. تمام. او السيتنج اللي هي مظبوطه للملف عندي. فبيحصل ان هو ان انا في وقت ما اعدلها، هو مش بيعدل لي بس في اللاير، بيعدل لي في كل اللايرز اللي واخده السيتنج بتاعت الايه الملف. فانا في الحاله ديت انا هثبتها على 120، ولو انا افترضت عايز اغير بس اللاير دي، باجي اشيل بس الافكت دوت او الاختيار ده، واجي ان انا بنعدل هنا. بلاحظ ان هو بيبدا يعدل لي في الدروب شادو بتاعي في اتجاهه هنا، بس بدون ما ياثر في اي لاير تاني، لان طبعا هو ما بيأثرش غير على الايه على اللاير الخاصه دي بس. تمام. بيظهر عندي بعد كده مجموعة تانية من الأوبشن، تمام، اللي هي الديستانس، تمام، اللي هي مسافة اللاير ديت بتوصل معايا بعدها لفين. تمام. وعندي السبريد، نبعد بس اللاير شوية كده عشان يظهر معايا التأثير. عندي السبريد، تمام، والسبريد دوت اللي هو بيديني مدى نعومة حواف الحواف الخاصة الظل بتاعي. هنعمل اوكي بس ونعمل زوم شويه. خش تاني على اللاير ستايل، خش على اللاير ستايل عن طريق ان انا اجي اضغط يا اما برضه دبل كليك وخش على الدروب شادو، او عن طريق ان انا نروح على الدروب شادو مباشره واضغط دبل كليك هيقوم يخش لي عليه مباشره. تمام. فنبص تلاقي ان السبيريت عندي بالصفر، تلاقي ان الحواف ناعمه زي ما احنا عايزين، كنا عاملين فيذر بالظبط، فاكرين الفيذر بتاع المره اللي فاتت؟ تمام. كده عاملين فيذر بالظبط. بنبدا ان احنا كل ما بنزود السبريد بيبدا يحصل ايه، ان هو بيخلي الحواف بشكل اكبر ظاهره بشكل اكبر. تمام. طيب عندي بقى كاس سايز، تمام، برضو بتاثر لي على حجم، يعني هو بالظبط كانوا بيعمل لي حاجه اسمها ستروك. الستروك دلوقتي احنا هناخده ان شاء الله. تمام. وكانوا بيعمل لي بالظبط ستروك، تمام، وده حجم الستروك. تمام. وده بيفيد في ان هو بيظهر لي اكتر الشادو او بيظهر لي اكتر الايه التأثير بتاعي عندي. انا طول ما انا واقف هنا بنقدر ان انا نروح ونعدل بايدي برضو، تمام، الافكت بتاعي زي ما احنا شايفين. انا هعمل بس كنسل وارجع اصغر عشان يظهر معايا الافكت بشكل اكتر. تمام. انا زي احنا قلنا احنا هنا بنقدر نغير السايز سبريد، تمام، نبدا ان انا نقدر نغير كمان في ايه في مكان الشادو بحيث ادي الافكت اللي انا ايه اللي انا عايزه. ماشي يا جماعه. بيبقى عندي هنا حاجه واحده باقيه اللي هي الكواليتي. الكواليتي ديت بيظهر معايا فيها حاجتين، اللي هي الكونتور. الكونتور هي عبارة عن شكل الحافة بتاعتي، ممكن تظهر معايا تأثيرها بوضوح لما نبدأ نجرب. هو عبارة عن الستايل بتاع الحواف بتاعت الايه الافكت، سواء دروب شادو، سواء انر، سواء اوتر جلو، ايا كان بيظهر لي شكل الايه الحافة بتاعتي بأي صورة. طبعا هو عبارة عن ايه، عن جراف بالمنظر ده. تمام. عندي بريست جاهزه مجموعه، تمام، وعندي ان انا لو عايز اعدل على اي واحده فيهم بضغط بس عليه، نقدر ان انا نعدل والافكت يظهر معايا بحيث ان نوصل لافكت معين انا عايزه. تمام. عن طريق نقط الكونتور اللي ظهر معايا اقدر اضيف نقطه تانية واعدل فيها واحركها بحيث ان يديني افكت معين انا عايزه. تمام. بيظهر عندي برضو ان انا اقدر نعمل سيف ولود، تمام، او نيو. كل دي امور يعني بسيطه جدا نقدر ان احنا كل واحد فينا يجربها، ولو في اي مشكله نقدر نرجع بعد كده ليها مع بعض. تمام. الانتايزنج قلنا احنا برضو كنا ظهر معانا الاوبشن ده في السيلكت، وده بس بايه يعني مهم بالنسبه لنا، لانه بيحمي
من حكايه تكسير الحواف. فهو الافضل ما دام موجود عندي انتي الايزنج وانا الجهاز عندي يتحمل، يعني غالبا اجهزتنا يعني بتكون تتحمل ان شاء الله مفيش مشكله، لان هو بيحتاج في معالجته رام اكتر وجرافيك اكتر، تمام، كارت جرافيك يكون عالي يعني شويه، فهو ايه نخليه ظاهر معانا. بيفضل معايا النويز، والنويز تاثيرها ان هو بيخلي الظل او الافكت بتاعي زي ما احنا شايفين في نوع من ايه من النويز او الـ يعني مش صافي، كأن هو بالظبط عاملين في ايه في تأثير نغمشة شوية كده، تمام. يفضل عندي اللاير نوك اوت، واللاير نوك اوت تظهر معايا من ايه، لو احنا رجعنا على البندنج اوبشن ولغينا الفيل اوباسيتي، تمام، هنلاقي ان اللاير دلوقتي الاوباسيتي بتاعتها بصفر، او الاسف الشيب بتاعي الفيل بتاعه بصفر. احنا قلنا الفرق بين الاوباسيتي والفيل، اهو واضح جدا ان احنا الاوباسيتي بتلغي كل اللاير خالص، اما الفيل بيلغي بس اللاير فيل اللي هو اللون بتاع ايه الملء بتاعه، وده بس بيبقى معانا في ايه في الشيبس وفي الايه وفي التكست، لان انا عندي اللاير الراستر لاير، تمام، ما بيبقاش فيها فيل اصلا، ما بيبقاش فيها فيل اصلا، لان هي كلها عباره عن راستر، هو مش ما عندوش لون مالي بيه، لا هو عباره عن ايه راستر لاير. والنقطة مش باينة لحد يقول لي دلوقتي، وانا ايه ممكن ايه نشرحها تاني. فدلوقتي لو لغينا الفيل، فالمفروض ان دلوقتي الدروب شادو ده ظاهر تحتيه، لا هو بيلغي الدروب شادو ليه؟ ان انا مختار اللاير نوك اوت دروب شادو، لو انا عايزه يظهر بشيل الاختيار ده، فبيظهر عندي الايه اللاير او الشادو بتاعي اللي تحت اللاير. طبعا هو بيختفي لو احنا عاملين الفيل بتاعي بايه؟ ب 100%، تمام، بيظهر حسب درجة الاوباستي بتاعة الفيل بتاعي، تمام. ده بالنسبة لدروب شادو، وهو يا جماعة يعني 90% 90% من الاختيارات أو الحاجات دي متكررة معايا مع اختلافات بسيطة حسب الإيه الإفكت بتاعي. فإن شاء الله يعني المهم دلوقتي أنا هنرجع لو أي حد عنده مشكلة يسألني فيها، وإن شاء الله إيه نشرحها، وبعدين نكمل الباقيين إن شاء الله بشكل إيه سريع، نشوف الحاجات المختلفة عن الإيه الدروب شادو. طبعا بس قبل ما نسيب برضو هنا عندي الميك ديفولت ديت، تمام، بتسيب لي السيتنج دي كالديفولت بتاع البرنامج، ولو قلت ريسيت تو ديفولت بيرجع لي الديفولت بتاع البرنامج، تمام، يعني ده بيسيب لي السيتنج الحاليه، مجرد ما بعد كده افتح اي ملف واجي اشتغل عليه هنلاقي ان السيتنج دي هي اللي ايه اللي شغاله معايا بدون ما اعدل، او اقول له ريسيت تو ديفولت بيرجع لي الايه الديفولت بتاع الايه البرنامج. هنرجع سريعا، لو حد عنده سؤال يا جماعه يتفضل. يا جماعة لو في حد عنده مشكلة في اللي قلناه يكتب 2 بسرعة ويسجل ويكتب سؤاله بعد كده. طب لو الناس فاهمة تكتب لي 1 عشان نكمل. طيب موضوع الفرق بين الاوباستي والفيل واضح عند الناس ولا حد محتاج ان احنا نعيده تاني؟ احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في محاضرة قبل كده، بس يعني لو مش ظاهر بالنسبة للناس يكتبوا. جيست 84 يا ريت تغير اسمك بعد اذنك، وجيست 83 برضو يغير اسمه ويتفضل يكتب سؤاله. جيست 83 اتفضل اكتب سؤالك اللي حضرتك طالبه.
طيب يا جماعة هنكمل وإن شاء الله نجاوب عليك في الإيه لما نقف تاني إن شاء الله. زي ما قلنا يا جماعة إحنا ده بالنسبة لأول ستايل اللي هو الدروب شادو. هنيجي نخش على الستايل التاني أو الإنر شادو. تمام، الإنر شادو نفس اللي قلناه بالظبط، هو نفس لو بصينا عليه هو نفس الفكت تقريبا او نفس الاوبشنز تقريبا، مفيش اي اختلاف. الاختلاف الوحيد ان هو بدل ما بيعمل شادو من بره بيعمله من جوه. تمام، اختلاف يعني هو الاختلاف بس في ايه، في موقع الشادو سريعا هنعمله بحيث ان هو يظهر معانا. تمام، الافكت بتاعه. تمام، هنخلي مثلا لونه مختلف. تمام، زي ما احنا شايفين هو نفس الافكت بالظبط، نفس التأثير. تمام، بس من الداخل مش من الخارج. فيعني بالتجربة برضه مش هنلاقي فيه ان في اي اختلاف احنا محتاجين ان احنا ايه نتكلم فيه. هو عندي فيه برضه اللون الاوباسيتي. تمام، طبعا الاوباسيتي ديت لايه، لللاير للافكت نفسه، ملهاش علاقة باللاير اوباسيتي. يعني البرنامج هنا بيديك امكانية ان انت تقدر تعدل في الايه، في الاوباستي الخاصه بالايه، بالافكت، مالوش دعوه باوباستي اللاير. وبرده البلند اوبشن نفس الكلام، دي البلند اوبشن خاصه بالايه، بالشادو او بالافكت، مش الخاصه بالايه، باللاير. وان شاء الله قلنا دلوقتي هنخلص دوت ونبدا نجرب موضوع البلند اوبشن، هيكون واضح معانا بالنسبه لكل حاجه. فده بالنسبه للانر شادو، قلنا ان ايه برده لون، شفافيه، اتجاه، زاويه. موضوع ان هو يوز جلوبال لايت او لا، انا هنعمل اتجاه خاص بس بالافكت بتاعي. عندي بعد كده الديستانس او المسافه اللي هي بتديني قيمه السمك او البعد الخاص بالايه، باللاير او بالافكت. وعندي التشوك اللي هي البديل للسبريد. تمام، بس هو اختلاف الاسم عشان اختلاف الموقع او الافكت نفسه. وعندي السايز برضو هو اللي بيديني سايز الستروك او سايز الحواف بتاعتي. تمام، واضح الفكره ديت. تمام، وبعد كده برضو الكونتور اللي هو الشكل بتاع الافكت مع الانتي الايزنج والنويز والايه والميك ديفولت. ده بالنسبه للافكت التاني او الانر شادو. تمام، الاوتر جلو والانر جلو برضو يعني مشابهين كتير للايه، للشادو. بس الانر جلو والاوتر جلو طبعا اللي هو احنا نتخيل كده لو حاجه عندي بتنور. تمام، فتلاقي دايما ايه حوالين منطقه الاضاءه، يبدا الاضاءه قويه وبعدين تبدا تضعف، فهو ده فرق الايه، الجلو. هو كلمه جلو اللي هي الايه، يعني معنى اشعاع او ايه اللي هو الاشعاع الظاهر حوالين ايه الجسم. فهو بيبدا يظهر عندي الايه، الافكت بالصوره احنا شايفينه سواء من بره او من جوه. وهنخش دلوقتي نشوف الاوبشنز الموجوده شكلها ايه. نخش على الاوتر جلو اللي هو الافكت التالت عندي. هلاقي عندي برضو البليند اوبشن، هلاقي عندي اوباستي ونويز وكلر. تمام، اوباستي مفهومه طبعا. تمام، وبرضو النويز هي نفس النويز اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. تمام، نفس النويز اهو، الافكت واضح جدا. تمام، بيجي عندي بعد كده حاجه اسمها الايه، الكالر والجريديانت. تمام، الجلو بيظهر بيديني امكانيتين بقى. تمام، يعني بالنسبه للشادو هو ما يقدرش يعمل لي الشادو بشكل ايه متدرج، هو يقدر يعمله كلون بس. اما بالنسبه للجلو عشان هو بيبدا بدرجه معينه وينتهي بدرجه معينه، هو بيديني امكانيه ان انا اقدر نعمله كاوبشن كلون. تمام، زي احنا شايفين. تمام، او كجريديانت ممكن يكون عباره عن تدرج لوني، سواء التدرج اللوني ده عباره عن تدرج من اوباستي 100 لاوباستي 0 او تدرج من لون للون. تمام، طبعا هو كتدرج في نفس اللون مش هيظهر قوي تاثيره هنا، بس احنا ايه ممكن يظهر معانا لو من ايه، من لون للون. تمام، فاحنا نقدر نختار مثلا من اي بريست دلوقتي ونشوف التأثير بتاعي ظهر ازاي. هو دلوقتي كان اللون بتاعي بادئ مثلا بلون ازرق وناهي بأورانج او ببرتقاني، فبدأ فعلا بأزرق وانها ببرتقاني. تمام، سريعا دلوقتي هنبدأ نشرح موضوع الجريديانت
هو ايه فكرة الجريديانت دايلوج اديتور دايلوج بوكس، تمام؟ الجريديانت ده ايه فكرته، وازاي احنا نقدر نعمل ايه جريديانت بالنسبة لي. دلوقتي انا هنبدأ اقول له والله انا هبدأ بالجريديانت العادي اللي هو الاسود واقول له نيو، تمام؟ فهيجي يضيف لي هنا جريديانت خاص بيا وهنسميه مثلا ايه تيست جريديانت، تمام؟ وهنبدأ نقول له الجريديانت. طيب انا هختار سوليد حاليا، خلينا سوليد، تمام؟ وهنيجي نقول له السموزنس، خليها دلوقتي برضه هيظهر معانا في الشغل بتاعنا. هنبدأ نديله عندي في الجريديانت عندي نقدر نقول تو يعني اوبشن، عندي اللي هو اللون وعندي الاوباستي، عندي تحت دايما اللون وعندي فوق دايما الايه الاوباستي الخاصه بيه، تمام؟ الديفولت عندي طبعا لونين، هو بيبدأ بلون وبينتهي بلون، تمام؟ فانا بيظهر عندي المثلث او اللي هو اللون بتاع البدايه، انا مجرد ما اضغط عليه بيبدأ يظهر عندي تحت هنا ايه اللون. نقدر ان انا نضغط ونختار اي لون انا عايزه، تمام؟ نقدر نختار من البالت بتاعتي اي لون انا عايزه، وليكن مثلا لون زي كده، سنختاره لون مختلف شويه عن الاسود عشان يظهر معايا. خلصت كده بقول له اوكي، تمام؟ وابدا انتقل للون التاني، تمام؟ اقدر برضو دبل كليك من هنا على طول يقوم يديني اللون، او اقدر ان انا اضغط واجي هنا اختار على طول اللون بتاعي. تمام، فانا اخترت اللون بتاعي. احنا دلوقتي بدانا مثلا، اسف، بدانا مثلا باللون اللي هو ده، هنخليه ازرق ازرق عشان يبان معايا اكتر، تمام؟ بقى باللون اللي هو الازرق وانتهينا بالاحمر، وبدا هو يدخل لي اللون ما بين الازرق والاحمر، تمام؟ كل ده انا بتكلم في ان الجريدينت بتاعي او الاوباست بتاعي كام ب 100%، والاوباست بتاعي برضو هنا ب 100%، تمام؟ طيب ده لونين وظهروا معايا طبعا زي شكل هنا. طيب انا مكان التأثير، يعني انا دلوقتي عايز اعرف مكان التأثير من هنا لهنا قد ايه، مكان التأثير من هنا لهنا قد ايه، يعني انا عشان عايز انقل من الازرق للاحمر في اي مساحة من المساحة اللونية بتاعتي. فده بنقدر نتحكم فيه عن طريق المربع الصغير اللي عندي هنا، بنبدأ نلاقي ان هو بيتحكم لي في مكان كل لون ومساحة اللون بالنسبة للجريدينت لاين بتاعي. انا عندي ده جريدينت لاين بادئ بالازرق، فوالله لقينا ان الازرق بقى 85% مغطي، والاحمر بدأ من بعد ال 85%، يعني ال 5% الاخرانيين هنا، ودوت اللي هو بيظهر معايا في عاملين اللوكيشن. لو انا عايز احدد بالظبط القيمه اقدر ان انا احددها عن طريق اللوكيشن هنا، او لو انا بس بنحسب او بنحط اللون عن طريق الايه يعني النظر كده، انا بس عايز اشوف الافكت ظاهر عندي والله هو ده اللي انا عاجبني او كده، بس بالنظر خلاص اقدر ان انا احددها على طول مباشره من ايه من المكان بتاعي هنا. طبعا المربع ده بيظهر معايا ما بين كل لون والتاني. طيب لو افترضت انا عايز اضيف لون تالت، انا عايز اخلي الجريدينت بتاعي زي اللي موجود عندي هنا، انا عندي هنا في اربع خمس الوان، هنا عندي ثلاثه مثلا، كلام من ده، اقدر ببساطه اروح على اي مكان فاضي على الجريدينت لاين واحط، هنبص ان انا هضاف لي مربع لون جديد، اقدر ان انا عن طريقه ان انا ايه ان انا اغير اللون، اقول له انا عايز اللون ده يكون مثلا وليكن اخضر، واقول له اوكي، واقدر اتحكم في مساحه اللون بتاعتي والله هي بتبدا منين وبتنتهي فين. اضغط هنا عشان يجيب لي المساحه التانيه، اقدر اتحكم فيها برضو بالصوره اللي احنا شايفينها دي. لحد كده واضح؟ لو في حد عنده مشكله معلش يا جماعة اعذروني والله موضوع اللهجة، لو في نقطة مش واضحة يعني ممكن نعيدها تاني، مفيش مشكلة خالص، بس اللهجة صعبة أغيرها. توقف الصورة أو المحاضرة، حضرتك ممكن بقى يعني تراجع المحاضرة إن شاء الله المسجلة، إن شاء الله تكون كويسة مفيش أي تقطيع. في حد عنده مشكلة في نقطة الجريديانت أو أي حاجة من الجزء اللي احنا قلناه من ساعة ما بدأنا البلو؟ يكتب اتنين بسرعة يلا يا جماعة. لو مفيش مشكلة الناس تكتب واحد لو سمحت. طيب
عايز الناس كلها تتفاعل يا جماعة لو سمحت. جست 78 اكتب سؤالك وغير اسمك لو سمحت عشان نقدر نتواصل بشكل أفضل. بص حضرتك بتلاقي دايما هنا كده اللي بيسأل على تغيير الاسم دايما هنا فوق، تمام، هتلاقي في مربع ابيض مكتوب فيه الاسم، غيره واضغط اوكي بس هو يتغير معاك. ماشي حاضر، جس 78 بس استأذنك غير اسمك لو سمحت. في حد تاني عنده سؤال يا جماعة يكتب رقم 2؟ طيب احنا هنكمل ان شاء الله يا جماعة، بس يا ريت الناس اللي اسمها لسه جست غير اسم، مش لاقي اللي انا قلت عليه. طيب هو الجريديانت اديتور ده يعني قديم، انا من اول ما شفت فوتوشوب مثلا هو موجود، فما اعتقدش يكون في اختلاف في النسخة، بس ممكن هنبدأ. لا هيغيره فوق، اهلا استاذ اشرف، هيغيره فوق بس هنا في المنطقة دي كده هتلاقي في مربع ابيض سجل حضرتك اسمك وضغط اوكي. في مشكلة جست 91؟ والله ممكن مشكلة انترنت اللي بيشتكوا عشان تقدر تغير. ماشي حاضر، نوقف مفيش مشكلة. حاضر حاضر حاضر، الدعم الفني انا هوقفه ثواني، الناس تغير اسمها كله. ماشي حاضر حاضر، جست 98 غير اوقفه حالا، والناس الناس تحاول لو في اي مشكلة عندها تسأل. دلوقتي المفروض فوق الناس اللي بتسأل على المكان فوق الشات هيلاقوا المربع الابيض يقدروا يغير اسمهم. المشكلة بتاعت التقطيع يا جماعة ممكن تكون مشكلة انترنت سواء من عندي او من عندكم، فمعلش نتحمل. وان شاء الله لو يعني لما ينزل المحاضرة المسجلة هتلاقي المشكلة دي مش موجودة، لان تقدر تعملها داونلود يعني بسهولة ومش هتكون موجودة، يعني موضوع التقطيع ده مش هيكون موجود. الناس بقى اللي غيرت اسمها بقى بسرعة كده تكتب لي واحد عشان ايه نكمل ان شاء الله. اهلا بيك استاذ اشرف. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعة غير استاذ اشرف؟ اعتقد هو اللي سأل سؤال اللون. اهلا بيك استاذ حسن. تمام مش واضح كلام حضرتك استاذ هيلا، العفو استاذ حسن، مش واضح كلام حضرتك استاذ هيلا، معلش وضحي كلامك. اي شاشة؟ هو لسه دلوقتي مفيش لسه سكرين شيرنج، لسه هنعمل صورة التدريب. لا هو ممكن حضرتك عندك تأخير بقى في اللودينج، فحضرتك اقفلي البراوزر خالص وافتحي من جديد، يعني اقفلي خالص سواء انت حاجه شغاله فايرفوكس او سلولر، اقفلي خالص البراوزر وافتحي اللينك من جديد ان شاء الله يعني تمام. يعني بس ممكن في عندك تاخير شويه في سرعه الداونلود. ف طيب يا جماعه نكمل ان شاء الله، وان شاء الله يعني حتى معلش يا جماعه الانترنت عندهم شويه ضعيف، ان شاء الله لما تنزل المحاضره المسجله هنكمل إن شاء الله يا جماعة. دلوقتي الناس كانت بتسأل، احنا دلوقتي إن شاء الله واضح معانا إن بيظهر معانا الجريديانت الأساسي بلون بداية ولون نهاية، دي النقطة دي واضحة إن شاء الله مع الناس، ما حدش اشتكى منها. مش دايما أنا بحتاج كده، ساعات بحتاج إن أنا نخلي في ألوان تانية زي ما ظاهر عندي في جريديانت مثلا زي كده. تمام، الجريديانت ده عبارة عن إيه؟ عن عدة ألوان، ثلاث اربع خمس الوان دلوقتي، فايه انا ببساطه خالص بنقدر ان انا ايه نضيف ان انا بضغط
في اي مساحه فاضيه على الجريدنت لاين بتاعي. ده عندي نقطه اللون الاساسي او الاول، تمام، وعندي دوت اللون النهايه بتاعي، تمام. ببدا ان انا عايز اضيف لون ثالث، لون رابع، بشوف اي مساحه انا عايز اضيف اللون فين، ولو يكن هنا مثلا، بقوم بضغط بس بيظهر معايا لون جديد بقدر ان انا اغيره بعد كده باللون اللي انا عايزه. عايز اضيف لون رابع، بضغط برضو في اي مساحه فاضيه واغير اللون بالصوره اللي انا عايزها، تمام، حسب اللون اللي انا محتاجه، وبيظهر عندي التأثير مباشره زي ما احنا شايفين. قلنا ده اللي هو ايه اللون، دايما بيكون عندي اللون اللوكيشن بتاعه بقدر ان انا اعدله لو انا عايز اعدله بشكل ايه، بشكل يعني دقيق يعني، تمام. لو انا عايز اعدله بشكل دقيق عن طريق ان انا اقول والله انا في الربع بالظبط في 25% انا عايز اللون ده، وعايز في 25% بالظبط، اسف هتبقى بقى في 50% مثلا اللون ده، وعايز اضيف لون تالت يكون عند ال 75. فبص ده انا قسمت التدرج بتاعي، التدرج اللوني بتاعي مثلا لايه، لخمس مناطق او اربع مناطق، كل منطقه بتبدا بلون وتنتهي بلون، تمام. فبيديني الصوره او الشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، تمام. بيظهر عندي قلنا كمان ايه غير كده، بيظهر عندي اللي هو منطقه مساحه اللون. انا دلوقتي ما بين الاصفر والموف اللي موجود عندي هنا، في النص بالظبط ما بينهم بيظهر عندي ايه، تمام، اللوكيشن هو 50%، و 50% بيحسبها مش على اللاين كله، بيحسبها على اللاين بتاع اللون بتاعي اللي هو من بدايه الاصفر لنهايه الايه، او لبدايه الايه البنفسجي. في النص بالظبط عندي اللي هو الايه، منطقه التحول او نقطه التحول ما بين الاصفر والايه والبنفسجي. لا انا بنقول له انا عايز اخليه البداية عند 16% مثلا، فلان المساحة اللونية للون دوت بقت أكبر، أو العكس لو أنا عايز أخلي المساحة اللونية للون ده أكبر، تمام. إن شاء الله تكون وضحت النقطة دي، تمام. بيفضل عندي حاجة اللي هي موضوع السموثنس. السموثنس ديت اللي هي قيمة التدرج برضو قد إيه، يعني أنا عايز التدرج اللوني دوت يكون أنعم قد إيه، تمام. احنا نلاحظ المنطقه بتاعت اللون ديت بيحصل فيها ايه، تمام. انا لما بزود السموثنس بيبدا يحصل تنعيم اكتر في عمليه تدرج اللون او نقل اللون من لون للون، تمام. كل ما بزود كل ما بيظهر عندي اكتر. وان شاء الله بالتجربه يا جماعه الناس تحاول تجربها هتكون اوضح عندها، لان الالوان اصلا في السكرين شيرنج ما بتبقاش كويسه قوي، يعني انا عارف ان الالوان في السكرين شيرنج ما بتبقاش واضحه قوي، فهي هتبان معاهم اكتر، تمام. في التجربة هتوضح الأمور دي. المهم نبقى عرفنا ازاي نضيف وازاي نلغي عن طريق ان احنا بنضغط وبنسحب لتحت، يعني بضغط على اللون وانا لسه ضاغط بسحب لتحت فبيحصل ان هو بيلغي، او بضغط على اللون وبعمل ديليت فبيحصل ان هو بايه بيلغي لي اللون، تمام. دلوقتي انا ايه، انا ضفت الالوان بتاعتي. باقي النقطه التانية اللي هي موضوع الاوباسيتي. الاوباسيتي اللي هي درجه شفافيه اللون، تمام، درجه شفافيه اللون. دايما الاوباسيتي عندي مثلا ال 100%، بادئ 100% وناهي 100%، تمام. وممكن الموضوع ده يبان معايا قوي، الموضوع ده هيبان معايا قوي لو انا بصيت على الاول لونين اللي هو اللون الجريديانت الاولاني اللي هو بادئ بالاسود وناهي بالابيض، تمام. اما ده بادئ بالاسود وناهي بالايه، بجريديان باوباستي زيرو، تمام. احنا دلوقتي هنجرب ونشوف. دلوقتي بادئ بالايه، بال100% وناهي بال100%، هنقول له اوكي، تمام. اقول له اوكي وهنيجي نعمل زوم بس هنا، وهنيجي نرسم بسم الله الرحمن الرحيم، هرسم شيب وليكن المستطيل ده تحت واسحبه تحت الايه اللير بتاعتي، هغير لونه مثلا للون وليكن يعني اي لون غير الابيض بس عشان يبان معايا التأثير. طبعا زي ما احنا شايفين بدأ معايا الاحمر وبعدين ماشي يعني اخد لون برتقاني شويه لغايه ما وصل للاصفر، وبعد كده دخل على الايه، على الايه، على الازرق. هنيجي نخش تاني على اللير ستايل بتاعي، نخش على الاوتر بلو ونخش على الجريديانت اديتور ونبدأ نضيف او نروح على اللون او نهاية اللون بتاعي ونقول له
بعد اذنك انا عايز الاوباستي بتاعتي تكون بصفر. طبعا واضح معانا ان حصل ايه، حصل ان اللون بدأ بال100% ونهى بالصفر بغض النظر عن اللون بتاعي عبارة عن ايه. تمام، يعني هو بدأ بال100%، بدأ هنا ب100% كدرجة وضوح، او الاوباستي بتاعتي الشفافية بتاعتي تظهر بزيرو، يعني اللي هي اللون كامل 100%، وهنا اللون بقت قيمته بصفر، فبدأ هنا بوضوح كامل وهنا انتهى بصفر. اقدر ان انا اعدلها زي ما انا عايز حسب درجة الوضوح اللي انا ايه محتاجه. طيب انا عايزه مش يبدأ بصفر ب100% وينتهي بصفر، لا انا عايزه بداية التدرج بتاعي يبدأ من هنا بنفس الطريقة اللي كنت أضيف بيها ألوان، ببدأ أضيف بيها إيه درجة لونية، آسف درجة وضوح للون. طبعا برضو زي ما قلنا احنا بنقدر نغير المساحة مكانه، نقدر نغير الأوبس بتاعته، نقدر نغير اللوكيشن بتاعه، نقدر نغير برضو منطقة بداية التأثير أو نهاية التأثير. تمام، نقدر برضو ان احنا نلغيه عن طريق ان انا نضغط عليه ونسحب. في النهايه لو انا عايز اسيف الجريديانت بريس بتاعتي بقول له سيف، تمام، او بقول له لود لو انا عندي جريديانت عايز ان انا احتفظ بيها، اقول له اوكي. تمام، فهنلاقي ان هو الجريديانت عندي ظهر هنا، وفي نفس الوقت طبق عندي في الاوتر جلو او كافكت اوتر جلو عندي هنا. هو يا جماعه الجريديانت سواء بقى داخل اللاير بلايند او خارج اللاير بلايند هي هياها، مفيش فرق كبير. ان شاء الله تكون النقطه واضحه. وفيك اخويا اشرف. ماشي، هنكمل ان شاء الله النقط اللي بعدها، لسه عندنا بعض نقط تانية في موضوع الاوتر جلو. اخش على الاوتر جلو تاني، تمام، وهنبدأ نشوف بقية النقط بتاعتي. انا حاليا بس هنعمل ايه، هنخليني على اللون العادي عشان نسهل ان احنا نشوف الافكتات اللي واضحه عندي. طبعا الافكتات اللي عندي التانية، طبعا احنا فهمنا الاوباستي، تمام، ده هنا الاوباستي قليل هنا عليناه، فهمنا النويز، تمام. انا هخلي الاوباستي ب100% واخلي النويز زيرو عشان يبدا يظهر معايا بقيه الافكتات اللي عندي هنا. تمام، هشوف السبريد بتاعي. السبريد هو ايه؟ انتشار اللون بتاعي. طبعا كل ما بنزود السبريد بيبدا الحواف بتاعتي ايه تكون اقوى زي ما احنا شايفين. كل ما قل السبريد بايه بيبدا الحواف بتاعتي تكون كان معمول عليها فيذر اللي احنا اتكلمنا عنها، او بتكون انعم الحواف بتاعتي. تمام، السايز هو قيمه الانتشار بتاعي زي ما احنا شايفين. طبعا تمام معايا قوي في السبريد، لما يكون السبريد كده بيبدا يظهر معايا قيمه السايز الخاص بتاعي. كل ما بنزود السايز او نقلله بيظهر معايا كويس، لان طبعا مفيش جريدينت الحواف، فبيظهر ايه قوه او تاثير السايز بتاعي. طبعا اجمل حاجه يكون فيه طبعا سبيريت نوعا ما، واحنا بنظبط السايز عندي حسب الايه الاختيار ده. التكنيك ده بس عباره عن ايه، يعني اختلاف شويه في الايه في طريقه عرض الافكت بتاعي نفسه، وكل واحد بيستخدم حسب الايه الاختيار اللي بيديله الافكت اللي هو عايز يوصل له بيكون ايه. طبعا عندي الكواليتي، الكونتور، الانتي الايزنج هي نفس الكلام. تمام، بيفضل عندي موضوع برضو الرينج والجيتر برضو بيأثروا لي حسب الشكل الخاص عندي هنا. تمام، بيعمل لي شوية نوع من التأثير، ممكن استخدمهم شويه ضئيل، بس يعني يكون احنا ايه بالتجربه بنوصل للافكت اللي انا ايه اللي انا عايزه، او الافكت الافضل بالنسبه لي. ده بالنسبه للايه لموضوع الاوتر جلو. برضو عندي ميك ديفولت وريست ديفولت، تمام، نفس الكلام اللي قلناه في الدروب والانر شو.
ان شاء الله مفيش مشكلة عند الناس. كمل سريعا تاني النقطة اللي بعدها اللي هي الانر الانر جلو. الانر جلو لا يختلف عن الاوتر جلو في اي شيء، بس زي ما احنا قلنا برضو في الدروب شادو، عندي دروب شادو والانر شادو برضو اللي هو نفس القصة في الاوتر جلو والانر الانر جلو، يعني هو نفس التأثير او نفس الفرق، هو حتى واضح عندي هنا من ايه، من الافكت او من المثال اللي واضح عندي، فاحنا مش هنضيع في وقت الناس تجربه، لو في اي مشكلة ممكن يسألوا فيها ان شاء الله بعد كده. نخش على النقطة المهمة برضو بعد كده اللي هي او الافكت المهم اللي هو البيفل اند امبوس. البيفل اند امبوس هو عبارة بس عن ال يعني ان بيدي للشكل بتاعي سمك، تمام، مع شطف للحواف، تمام. فهو لو من الشكل يكون عندي بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، واحط تأثير البيفل اند امبوس بيديني التأثير ده، وده تأثير يعني من التأثيرات المشهورة جدا، يعني تقريبا ما فيش لوحة بتخلو منها، يعني منتشر جدا التأثير دوت، واضح للناس. احنا بس هنتعلم سريعا دلوقتي الستايل ده هنتحكم فيه ازاي، وبنبدأ ان شاء الله ايه نتعامل معاه. التأثير دوت في ليه اكتر من ستايل، يعني هو جوه الستايل ده اصلا في اكتر من ستايل، في الاوت بيفل، تمام، في الانر بيفل، في الامبوس، تمام، في البيلو امبوس، وفي الستروك امبوس، تمام. طبعا الاوتر هو بالظبط يا جماعه عامل زي ايه، يعني لو تخيلنا ان مثلا جينا ضغطنا جبنا قماشه مثلا، قماشه تكون مشدوده، تمام، واحنا جينا ضغطنا عليها، فبيحصل ان ايه، ان الحافه نفسها بتظهر. انا دلوقتي هنعمل ايه، بس هنغير لون الخلفيه لون تاني غير الابيض عشان يظهر معايا، لان طبعا الظل بتاعي بيبقى ما بين الابيض والايه وال الظل بتاعي بيكون ما بين الابيض وما بين الاسود، فطبعا اللون الابيض مش مناسب، فانا غيرت الخلفيه بس. وهنيجي دلوقتي نبدا نشتغل نشوف التاثير ماشي ازاي. فالاوتر امبوس زي ما احنا شايفين هو بيحصل ايه، بيحصل ان هو كاني ضغطت بالظبط بالشكل بتاعي على الصوره، فبياخد التاثير بتاعي خارج الشكل، يعني انا ده حدود الشكل اللي هو الرصاصي، هو بياخد التاثير بتاعي خارج الشكل، عكس الانر. الانر لا، التاثير بيظهر جوه الشكل، تاثير الظل بتاعي او كده جوه الشكل. عندي الانبوس نفسه هو عباره عن تاثير واخد جزء خارجي وجزء داخلي زي احنا شايفين. ممكن نحاول نعمل زوم، او تاثير في جزء خارجي وجزء داخلي، جزء على الخلفيه وجزء على الشكل نفسه، تمام. عندي بعد كده البيلو اللي هو اللي هي زي يعني ايه، تاثير بيبقى من بره ضاغط ومن الشكل نفسه بارز، تمام. التأثير نفسه بيبقى من الخلفية كأنه ضاغط على الخلفية، ومن إيه؟ ومن الشكل بارز، تمام. الستروك ممكن هو مش واضح معايا هنا، بس ممكن يظهر معانا مع إيه؟ مع التجربة. هنبدأ دلوقتي نشوف الإيه مثلا، وليكن الإنر هو نفس التأثير، كل الأوبشن واحدة، بس إحنا بنتحكم في حجم التأثير، في شكله، في لونه، في الكلام ده عن طريق الأوبشن اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي. طبعا التكنيك سموث ولا كريست هارد، تمام. كريست هارد بيخليه اقوى، مفيش التنعيم بتاعه، تمام، او كريست سوفت، تمام، بيظهر معايا تدريجات بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن الصورة، انا عارف ممكن الصورة تكون مش واضحة، فالموضوع ده معتمد الناس تجرب اكتر من ان هي تكون الصورة واضحة، لان عارف السكرين شيرنج دايما ما بيبقاش الصورة فيه واضحة كتير، يعني خصوصا ان احنا يعني بنشتغل بسرعة شوية، فمعلش الناس لازم تجرب. وهو العملية بس عملية ان احنا مع التجربة هنعرف ان والله لما بعايز تأثير معين، عايز اغير لون معين، عايز اغير مقاس حاجة معينة، هنعرف مع التجربة ان الكلام ده منين. بس احنا العملية بس احنا بندل للناس سريعا الحاجة منين. الدبث ده قيمة او حجم الايه، التأثير، تمام، حجم التأثير. ممكن احنا بيبان معانا اكتر في الهارد اهو، تمام، الضغطة نفسها جاية قد ايه، ف
فبيدي التأثير بتاعه. عندي الدايركشن اب وداون، هل هو لفوق او لتحت؟ هل هو التأثير ان انا حفرت او ان انا برست؟ تمام، او ان انا حفرت او ان انا برست بالشكل بتاعي. وعندي بعد كده السايز اللي هو قيمة التأثير بتاعي، تمام. وعندي كده السوفتن، تمام، اللي هو ما بين بيعمل عملية حاجة اسمها بلير ما بين الايه الحواف بتاعتي، وممكن بتظهر برضو معايا في السموز بشكل اكتر كمان، تمام. هو كأنه بالظبط بينعم تدرج اللون اللي جاي ما بين التأثير الناعم والايه وال او الظل والايه والنور بتاعي. ان شاء الله تكون الامور واضحة لغاية كده. حد عنده مشكلة يكتب اتنين؟ الستايلز دي بشكل عام بتبقى بس عملية إظهار، يعني مثلا أنا ممكن الأوتر جلو أو الشادو أنا بحتاجه لما يكون مثلا بكتب تكست وفي تحتية كتشر معينة هتخفي التكست، تمام. الستايلز بشكل عام هو اللي سأل السؤال أستاذ أمير بسيوني، الإفكتس بشكل عام ديت بحتاجها في إن أنا بنظهر الشكل، يعني مثلا عامل تكست وفي تحتيه حاجة. دلوقتي ممكن أضرب لك مثال سريعا للموضوع ده، حضرتك بس يعني لو أنا نسيت فكرني في آخر المحاضرة، بس إيه مجرد نخلص الجزئية اللي بنتكلم فيها هنديك مثال. يعني حد تاني عنده أي سؤال؟ ان شاء الله استاذ مؤيد المره الجايه هيظهر معاك الفرق ان شاء الله، بس اعذرنا لان اكيد في ناس ما كانش عندها فكره في الفوتوشوب، فاعذرنا يعني ان احنا طولنا في الموضوع شويه. احنا في حاجات مش هنتعرض لها اصلا في الفوتوشوب لان هي مش ملهاش استخدام في النقطه اللي احنا بنستخدمها او في الهدف بتاعنا. يعني في حاجات كتير لو حضرتك يعني عندك فكره عن الفوتوشوب كويسه هتلاقي ان في نقط احنا ما تعرضنا لهاش ومش هنتعرض لها خالص في الكورس، لان مش زي ال 3D زي ال انيميشن، الحاجات دي مش هنتعرض ليها نهائيا لانها مش هتفرق معانا في حاجه او مش هنستخدمها في موضوع الاظهار المعماري خالص. فمعلش الناس اللي عندها خبره كويسه في الفوتوشوب بتتحملنا شويه. مش هنكمل يا جماعه، حد عنده اي سؤال يكتب اتنين. طيب هنكمل. وصلنا احنا دلوقتي الجزء ده خلاص واضح معانا التأثير بتاعه. طبعا برضو جزء الايه الانجل ده بيبان معايا الظل والنور، لان هو البيفل والامبوس كتاثير هو عباره عن كان بالظبط بندي بروز للشكل، فاكيد بيحصل ظل ونور. اي حاجه فيها بعد ثالث بيحصل ليها ظل ونور، فهو الانجل دي بيبين لي الظل والنور بتاعي وموقع الاضاءه مش مجرد اتجاه. يعني لما نلاقي مثلا انا على زاويه وليكن 60، تمام، بس برضو مكان الزاويه فين بيختلف معايا، كل ما بغير بيختلف معايا مكان او اتجاه الاضاءة بتاعتي زي احنا شايفين، تمام. فهو الانجل نفسها هنا متغيرة عن الانجل اللي احنا شفناها في الايه في الدروب شادو، لان هي ايه ليها بعد تاني، تمام. وطبعا يوز جلوبال لايت نفس الكلام اللي قلناه، الكونتور برضو نفس الكلام اللي قلناه، مفيش اي اختلاف خالص. انا بس هنجربه لكم سريعا، اخترت بس انجل تكون تقيلة شوية اهو، تشوف اختلاف غير لي خالص في شكل الايه الكونتور او الافكت بتاعي، تمام. انتي الايزنج نفس الكلام، يظهر معايا بعد كده بقى اللي هو حكايه الهايلايت والايه والشادو. الهايلايت والشادو هو اللون اللي بيظهر معايا هنا، بس احنا شايفين احنا غيرنا الخلفيه عشان كانت بيضه مش باين معايا الافكت بتاعي هنا، اما دلوقتي احنا ممكن كمان نغير في اللون الافكت بتاعي. فانا عندي الهايلايت اللي هو الجزء المنور، وعندي الشادو اللي هو الجزء الايه الاوبك او المش اللي هو عليه الظل. فظهر معايا نقدر نغير، ونقدر نغير كمان في البليندنج اوبشن، وهنعرف بعد كده موضوع البليندنج اوبشن زي ما احنا قلنا، تمام. فدي زيادة طبعا عن الافكتات او الحاجات التانية. كونتور ديت
افكت زياده في موضوع الكونتور برضه، يعني استخدامه ضئيل جدا. تمام، ممكن الناس تجربه بس سريعا. بيفضل معانا حاجه واحده بس عشان تظهر معانا، انا كنسل واخش تاني على البيفل من جديد، بيظهر معايا حاجه تانيه اللي هي التكتشر. التكتشر تمام، ده ان انا لما ببقى عايز اعمل تاثير البروز عن طريق التكتشر. تمام، وده بيظهر معايا قوي في الشغل بتاعي. يعني ممكن ده من الاوبشنز اللي بحتاجها كتير لما انا مثلا اكون عايز اعمل ارضيه مثلا وعايز ابين فيها الـ مثلا اللي هي بنقول عليه اللي هي الفروق اللي ما بين البلاطه والتانيه، مثلا البروز بتاع الخشب. لما اكون عامل مثلا تكتشر خشب مثلا باركيه على الارضيه او ايا كان، عايز ابين الفروق ده، بيكون عن طريق الباترن او التكتشر اللي جوه البيفل اند امبوس. تمام، لان بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو الافكت ده نفسه بيديني الافكت، بيروح عن البروز بتاعي او الشكل بتاعي، بس بيظهر في الايه، في التكتشر اللي موجود على الشكل. تمام، هنبدأ نجرب يا جماعة بالراحة كده. تمام، انا هقلل الدبث، خليه بواحد مثلا. تمام، واخلي سكيله كبير شوية عشان يظهر معايا. اللي بيظهر معايا يا جماعة تقريبا بالظبط ايه، ان هو بياخد التكتشر دي وبيعالج بيها السطح بتاع الشكل. اللي بيظهر ان هو بياخد التكتشر دي بيعالج بيها السطح بتاع الشكل نفسه، بحيث ان هو كانه بيحفر لي في الشكل، كانه بيحفر في الشكل بالظبط. تمام، فبيظهر معايا التاثير بتاع الضوء والظل مع حسب شكل التكتشر اللي انا اخترته. وان شاء الله دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل تكتشر انا من عندي، يعني من عندي انا نقدر نعمل ايه، تكتشر معين. بقدر اتحكم في مكان التكتشر عن طريق ان ايه، ان انا اشيل مثلا اللينك وذ لاير، تمام، او مثلا سناب، هو المفترض ان احنا بنقدر نتحكم في حجم في مكان اللاير نفسها، بس هو اعتقد في مشكله معينه في البرنامج، حتى السكيل مش شغال. السكيل المفروض شغال معايا كده وانا بنعمل سكيل، السكيل نفسه مش شغال. فانا هنعمل ريستارت للبرنامج سريعا. خش على اللاير ستايل تاني، تمام، وخش على موضوع اللاير امبوس. خش على التكتشر تاني. تمام، زي ما احنا شايفين ده التكتشر بتاعي اهو. انا دلوقتي لما باجي بضغط بره بقدر اتحكم في مكان ايه، مكان اللاير. زي ما احنا قلنا عندي الديبث، ده بيتحكم لي في قوة التأثير نفسه سواء بالموجب أو بالسالب. تمام، طبعا احنا مفيهاش التأثير قوي جدا عشان ما يغمقش، بس ايه، وده السكيل، بقدر اتحكم في سكيل أو حجم التأثير نفسه وشكله. تمام، وانا عندي لينك ويز لاير، دي بتخليني لما احرك اللاير او اعمل لها سكيل بيبدأ بيحصل يحصل ايه، ان التأثير نفسه بتاع التكتشر بيتأثر حسب مكان اللاير او حسب وضعه، ما يتغير يعني ايه، بيتغير مع اللاير. تمام، الانفرت ديت بتعمل لي انفرت الاضاءه على التكتشر. ان شاء الله تكون النقطه بتاعت التكتشر دي وضحت. تمام، ان شاء الله دلوقتي لما نوصل للباترن هنتكلم ازاي نقدر نضيف باترن معينه نستخدمها في الانبوس ونستخدمها في الايه، في الباترن بعد كده. التأثير الساتن هو تأثير يعني ممكن غير مستخدم تقريبا، انا ما اتذكرش ان انا استخدمته في اي حاجة، بس للعلم، بس هو مجرد تأثير بياخد
كأنه بياخد كوبي من الشكل وبيعمل تكتشر داخلي ليه. تمام، يعني انا بنقدر ان انا ناخد الشكل نفسه زي ما شايفين الصورة الداخلية. تمام، هي عبارة عن الشكل نفسه، بنقدر نتحكم في شكلها، بنقدر نتحكم في زاويتها برضو. تمام، هو عبارة عن تأثير ليه للشكل نفسه جواه. أعتقد إن هو استخدامه ضئيل بالنسبة لنا، بس نكون عارفينه كإيه، كتأثير. يجي بعد كده يعني كم الباقيين دول كلهم ستايل، يعني واضحين من اسمائهم وسهلين جدا في الفكر بتاعهم. الكالر اوفرلاي، تمام، وهو عباره عن تاثير ان هو بيضيف لي لون على اللاير بتاعتي، ايا كان اللاير دي لونها ايه، ايا كان اللاير دي شكلها ايه، ايه محتواها، هو بيضيف لي لون كامل عليه زي احنا شايفين، لون كامل ماشي معايا على اللاير كلها. حتى لو اللاير دي ايمج، يعني حتى لو احنا فتحنا ايمج مثلا، يعني دلوقتي انا مثلا هنجرب نفتح ايمج من اللي كان موجود مثلا عندنا. تمام، واخدنا مثلا اللاير ديت وجينا دخلنا في الافكت، هي اللاير دي فيها اوريدي صورة اهيت، بس احنا دلوقتي هنيجي نقول له كالر اوفرلاي، هنلاقي ان كل الصورة بقت احمر. هو مش دعوة ايه محتوى اللاير دي، هو اللي يهمه ان هو خلى الكالر اوفرلاي كلها باللون ده. طبعا عندي الاوباستي بتاعي بيتحكم في مدى اللون دوت شكله ايه، او تأثيره، مدى تأثيره في الايه، في اللاير بتاعتي. التأثير اللي بعد كده اللي هو الجريديانت، هو نفس اللاير، نفس الكالر اوفرلاي بس بجريديانت، بلون متدرج. تمام، ونفس الكلام اللي قلناه، تمام، نقدر على اللون، هو نفس الكلام اللي قلناه على الجريديانت اوفرلاي، بس طبعا عن طريق جريديانت. وبرضه نفس الكلام اللي قلناه في الجريديانت لما كنا بنتكلم على الجلو، برضو جريدينت اديتور نقدر نتحكم فيه بنفس الطريقة. تمام، مفيش أي اختلاف خالص. اوباسيتي ممكن نلاقي بس زيادة عندي موضوع الريفرس. تمام، احنا هنا كنا بادئين أحمر أصفر أخضر، لما عملنا ريفرس لقينا الأحمر أصفر أخضر بدأ من تحت مش من فوق. تمام، عندي موضوع اللينير ولا النوع الجريدينت نفسه، أنواع معروفة برضه، اللينير أو الريديال بيبدأ يعملها بشكل دائري، أو انجل تظهر معايا بالصورة اللي احنا شايفينها ديت. تمام، يعني نزوم شوية. تمام، ده الانجل. تمام، دي بس الافكت ريفلكتد. تمام، بيبدأ يظهر معايا جريدينت بصورة معكوسة، كأن تو جريدينت يعني. تمام، او دياموند بيظهر معايا بالصورة ديت. نقدر نتحكم بعد كده في الزاوية، تمام، وفي السكيل زي ما انا عايز. تمام، ده بالنسبة للجريدينت. بيجي بعد كده عندي موضوع الباترن اوفر لاي. باترن اوفر لاي نفس الكلام برضو اللي قلناه. تمام، بيظهر عندي الباترن معينه انا اكون ظابطها او تكون موجوده عندي، وتكون نقدر نتحكم في السكيل بتاعها بحيث ان هي تكون هي مغطيه بشكل كامل الصوره بتاعتي، او يعني اخليها 100%. تمام، فبيبدا يظهر عندي بشكل كامل الجريديانت هنا. تمام، ده سكيل والاوباسيتي الخاص بيها، بس انا هخليها نورمال فيظهر معايا لونها بشكل كامل. طيب دلوقتي انا كديفولت عندي موجود عندي التو جريديانت، اسف، التو باترن دولت، واقدر ان انا نعمل لود. تمام، او اختار اشكال تانية من المنطق، من ال باترن اللي موجودة بشكل، اسف يا باش. تمام، بشكل موجودة اصلا عندي هنا في الفوتوشوب. تمام، دي كلها باترن موجودة اصلا عندي في الفوتوشوب، اقدر ان انا اختارها. طب انا لو عندي باترن معينة عايز اضيفها، تمام، لو انا عندي باترن معينة انا عايز اضيفها، ديت الاساس عندي الموجوده دلوقتي. لو عندي باترن معينه عايز اضيفها، وليكن الباترن ديت هي عباره عن اللير، اللي احنا عملناها دي،
انا بس اللي نعمل سيليكشن واقول له من قائمة edit define pattern، تمام؟ فبيبدأ يجيب لي بريفيو للباترن بتاعتي، وبيقدر وبيقول لي بعد كده ايه اعمل لي اعمل لي بيقول لي بعد كده اعمل لي هنا اسم ليه، ادخل اسم ليه، اقول له اوكي. بعد كده نقدر لما نخش على layer style، نخش على gradient، اسف على الباترن overlay، بنلاقي يظهر عندي هنا الباترن ديت، نقدر ببساطة ان انا نطبقها. بيفضل عندي بعد كده اللي هو الستروك. تأثير الستروك هو عبارة عن حد خارجي للشكل بتاعي، نقدر ان احنا نخلي الحد دوت يا اما من بره يا اما من جوه يا اما على الحد في النص. هنشوف دلوقتي، نجرب. اول حاجة عندي اللي هو السايز، ونقدر نختار مكانه اوتسايد او انسايد او سنتر، تمام؟ ممكن السنتر يبان معايا لما نعمل له اوباسيتي شوية، تمام؟ اهو ده الاوتسايد، ده الانسايد، ده السنتر، تمام؟ ونقدر نخلي اللون بتاعه كلون او كجريديانت او كباتر، تمام؟ وكل واحده بيبقى معاها الافكت او الايه ال يعني نقول الاوبشنز اللي بنقدر نتحكم في الافكت بتاعها معاها. هنقول بس حاجة صغيرة وبعدين ايه نشوف لو الناس عندها اي سؤال. كان واحد من الشباب سألنا دلوقتي من شوية على حكاية احتياج مثلا ال احتياجنا ايه في حكاية الافكتس دي. دلوقتي انا هفترض انا عندي مثلا تكست مكتوب، وجيت انا كاتبه بلون وليكن كده. انا طبعا بوحد لما بيكون عندي مثلا حاجه زي كده، زي احنا شايفين يا جماعه، انا دلوقتي عندي حاجه زي كده، تمام؟ فانا عندي بوحد اللون بتاعي، تمام؟ انا هنا مثلا استخدمت، لو احنا كده بصينا لان احنا استخدمنا مثلا هنا الخلفيه ديت، الشيب ده مثلا ده عباره عن ايه، عن شيب عادي، وعملت له جريديانت اوفرلاي، تمام؟ عشان لما اجي احط التكست بتاعي مثلا على صوره، لو الصورة ديت فيها أبيض زي هنا مثلا، لأن لو أنا هنا لغيت الشيب بتاعي هنلاقي إن التكست مبقاش ظاهر، تمام؟ طب أنا ممكن أحل مشكلة زي دي إزاي؟ تمام؟ لو أنا مش عايز أعمل اللي هو الشريط اللي أنا كنت عامله من شوية، اللي هو الشريط ده، تمام؟ بيظهر هنا عندي بقى فايدة الإيه؟ اللاير ستايل، اللاير ستايل بتاعي، تمام؟ إن أنا بنقدر مثلا نخش هنا واختار حاجة زي الأوتر بلو مثلا، تمام؟ أختارها بلون غامق شوية، واجي اعدل اخليها مثلا نورمال، تمام؟ وازود في السايز بتاعها شويه، مش محتاج النويز في حاجه، واقول له اوكي. فبنبص نلاقي ان هي ايه ظهرت معايا الكلمه، مع ان لونها تقريبا هو نفس لون الخلفيه، وبتدي شكل. هي عمليه ان انا بس بجمل او بعمل نوع من عمليه الاظهار للوحه بتاعتي او للايه للاستخدام الداتا اللي انا عايز اعرضها، يعني سواء الداتا دي عباره عن لوحه زي ديت، تمام؟ ده مثلا كان فرنيشر بروبوزال لشركه مثلا، فاحنا بنعرض لهم اللي عندنا، فلازم نعرضه بشكل كويس، تمام؟ فكل واحد بيبقى ليه عمليه يعني ذوق شخصي، وعمليه برضه كل واحد موهبته مثلا الفنيه شكلها ايه او كده، او هو بيحب مثلا ستايل معين عن ستايل تاني، هو عمليه بس ايه شخصيه مش اكتر، هو بيحب يستخدم ايه او لا. ده مثلا زي احنا قلنا مثلا الاوتر بلو، ده كان اعتقد ده برضه اوتر جلو اهوت مع افكت للستروك اعتقد، تمام؟ ده ستروك على الصور، يعني الصور دي معمولها ستروك مثلا، تمام؟ احنا بصينا هنلاقي ان معمولها ستروك زي احنا شايفين.
يفضل موضوع اللاير ستايل. تمام، احنا قلنا في الاول احنا نقدر نضيف لاير ستايل او كده عن طريق ان احنا نضغط دبل كليك على اللاير ونضيف اللي احنا عايزينه، او عن طريق ان احنا بنخش على الاف اكس اللي هي الايقونه بتاعت اللاير ستايل اللي تحت ديت، وابدا اضيف، هنلاقي نفس اللاير ستايل موجود عندي ايه هنا. تمام، بقى عندي موضوع البليندنج اوبشن هنتكلم عليه دلوقتي، وهنقول بس لو انا ازاي نقدر نخفي او نظهر اللاير ستايل بتاعنا. نرجع للاير واللايرز الموجودة عندي هنا، ولتكن لاير زي دي. تمام، انا عندي لاير زي دي مثلا. تمام، هلاقي ان اللاير ديت ما دام انا طبقت عليها لاير ستايل اللي هو الاف اكس، تمام، هلاقي ظهر كلمة الاف اكس عندي هنا، وهيظهر عندي الايه اللايرز اف اكس موجودة عندي هنا. طبعا انا اقدر الغي كل الافكت عن طريق ان انا ايه نلغي العين اللي موجوده هنا او الفيو بتاع الافكت، واقدر ان انا الغي افكت منهم او اضيفه عن طريق ان انا الغي من هنا، واقدر ده بس بلغي ان هو يكون ظاهر، وانا لو طبعت بالصوره ديت هو مش هيظهر، بس لو انا عايز الغيه بشكل كامل اقدر ان انا اسحب الافكت نفسه وارميه تحت على الديليت ايكون اللي عندي هنا، مثلا الاوتر جلو اسحبه وارميه هنا، فبالصورة ديت ان هو بيتلغي خالص من على. تمام، بيفضل معايا برضو حاجة تانية اللي هي مثلا ان انا عايز، لو انا عايز الغي كل الافكتس بضغط رايت كليك والاقي عندي حاجة اسمها الكلير لاير ستايل. تمام، فبيعمل لي الغاء لكل لاير ستايل، انا بس هغير لون. تمام، وهاجي اقول له تمام دلوقتي لو انا عايز اخد نفس اللاير ستايل ديت اطبقها على لاير تانية، بقدر ان اقول له رايت كليك واقول له كوبي لاير ستايل، واروح على اللاير التانيه واقول له بيست لاير ستايل، هلاقي ان هو راح جاي يطبق لي نفس اللاير ستايل اللي هنا على دي. ودي يعني بتريحني في ان انا اعمل لاير ستايل مره واحده، وابدا بعد كده ان انا ايه انسخها بدون ما اقعد اكرر تاني كل الايدات او كل الاوبشنز اللي انا كنت قاعد بجرب فيها دي، ما اقعدش اقعد اجرب فيها في كل لاير تاني، خصوصا ان غالبا بيكون عندي يعني كميه زي ما احنا شايفين من ايه يعني مكررة من الستايل، يعني انا بعمل الستايل واكرره على كل الايه الاوبجكت اللي عندي في الايه في اللوحة. نشوف بس لو الناس عندها اسئلة قبل ما نخش على موضوع البليندنج اوبشن. الناس لو حد عنده سؤال يتفضل يكتب اتنين ويكتب سؤاله بعد كده، والناس لو اوكي تضغط وتكتب رقم واحد. مش الناس اللي كاتبه رقم اتنين تبدأ تكتب سؤالها واحنا منتظر معاها. ممكن عن طريق الفيل، عن طريق الفيل دلوقتي ان شاء الله نعمل حضرتك تجربه سواء الفيل اشتغل معايا او لا، ودي هترجعنا تاني لموضوع استاذ شريف، دي هترجعنا تاني لموضوع الفيل والاوباستي، يعني ان شاء الله دلوقتي نعمل ان شاء الله استاذ محمود. المره الجايه هنبدا في الامثله المعماريه ان شاء الله، يعني انا بس حاسس ان الوقت ضغط علينا مش هنقدر نخش النهارده في موضوع الاوتوكاد حتى، فان شاء الله من المره الجايه هنبدا نخش، لان في لسه امور تانية عايزين ناخدها بس هناخدها عن طريق الامثله ان شاء الله. بس يعني انا زي ما حضرتك شايف في حاجات انا بعملها ممكن ما بتكلم، يعني بعملها سريعا من غير ما نقول الناس عليها لان لسه ما خدناهاش، وما ينفعش اقعد اتشعب في كل الامور، فلو دخلنا بقى في الامثله مباشره هيبقى الموضوع اصعب كمان، الناس هتلاقيني بعمل حاجات اكتر وهم مش عارفين هي ايه، وخصوصا ان في معانا ناس ما تعرفش في الفوتوشوب لسه. يعني في حد تاني عنده سؤال يا جماعة؟ نرد على أستاذ شريف إن شاء الله. ماشي أستاذ شريف اتفضل. ماشي، هنتكلم دلوقتي. أستاذ شريف بيقول إحنا نقدر نخفي الشكل ونخلي الستايل بتاعنا، نقدر بأكتر من طريقة. يعني دلوقتي عندي، لو أنا عندي مثلا حاجة زي الإيه؟ زي الشكل بتاعي اللي موجود دوت. تمام؟ الشكل بتاعي دوت إحنا قلنا ليه أوباستي وليه فيل. تمام؟ وفي نفس الوقت برضو آسف الستايل بتاعه تمام ليه اوباستي وليه فيل، يعني اسف ليه اوباستي اسف. تمام، فنقدر نتحكم في ايه، في مدى ظهور الستايل عن طريق الايه، عن طريق
الاوباسيتي بتاعه الستايل نفسه، تمام، او ان انا الغي الستايل نفسه، تمام. طيب انا لو جيت دلوقتي احاول الغي اللاير نفسها كاظهار، هتخفي لي هي بالستايل. ففي الحاله دي انا هقدر استخدم ايه؟ استخدم الفيل الخاص بيا اللي هو ده، تمام. هنلاقي ان اللاير نفسها اتقفلت، تمام، بس الستايل موجود لسه، تمام. الكلام ده ممكن ينفع مع الشيبس وينفع مع التكست برضه. يعني التكست كده انا هاجي اخلي التكست مثلا بلون غير الاسود عشان بس يظهر معايا، واجي اخد الكوبي او انا اعمل له ستايل جديد لان ده انر بلو فمش هيكون واضح، او اعمل له اوتر بلو مثلا، تمام، واخلي لون بس شوية اغمق عشان يظهر معايا، وليكن لون الصورة دي مثلا، تمام، واخلي نورمال واسحب البلو. فدلوقتي ظهر عندي الايه؟ الافكت بتاعي. انا لو قللت الفيل بتاعي هيحصل ايه؟ هيلغي لي الشكل نفسه وهيفضل لي بس الايه؟ الافكت. مع ان انا نقدر ايه؟ لو انا لغيت الافكت اهو راح جاي كاني مفيش اصلا تكست، مع ان اللاير نفسها واضحه، بس انا خليت اللاير نفسها الفيل بتاعها بصفر، تمام، زي ما احنا شايفين الفيل بتاعها بصفر. فعشان كده لما لغيت الايه؟ الافكت اللاير نفسها راحت خالص. وده من الافكتات الجميله جدا، ان الغي الفيل اصلا ونحتفظ بالايه؟ باللاير. طيب هيظهر عندي مشكله، المشكله تظهر معايا امتى؟ لو انا على لاير راسترد. لاير راسترد يعني صوره. اللاير الراسترد مشكلتها في حاجه، مشكلتها ان هي، لا والله اشتغلت معايا، يعني الفيل شغال، لا الفيل شغال خلاص، يبقى مفيش مشكله ان شاء الله حتى في الحاله دي، حتى في اللاير راسترد اشتغل الفيل معايا فمفيش مشكله. سيف كان في بعض اوقات ممكن تلاقي ان الفيل مش شغال معايا في بعض اللاير. في الحالة ديت نقدر ان نخلي ايه؟ ناخد بس، لو حصلت معانا المشكلة دي، ناخد بس السليكشن الخارجي عن طريق ان انا اضغط كنترول مع اللاير فبيظهر معايا السليكشن دي، واعمل لاير تانية، تمام، وادي لها فيل بس، واقلل الفيل بتاع اللاير واطبق عليه السليكشن عن طريق كوبي لاير ستايل بيست لاير ستايل، واخلي الفيل بتاعها بصفر. فنلاقي ان الافكت فضل مع ان انا ايه؟ شلت محتوى اللاير نفسه. ان شاء الله يكون النقطة دي وضحت. اوكي ماشي، هنتكلم عن البيندنج اوبشن سريعا عشان بس الوقت ما يسرقناش. البليندنج اوبشن ببساطه خالص، البليندنج اوبشن هي عباره عن عمليه ادخال لللايرز مع بعضها. انا عامل بس دلوقتي لاير، يعني انا فتحت صوره زي ما احنا شايفين، وهنعمل لاير تانية ولتكن شيب مثلا بالصوره دي. الشيب ده انا هديله لون جريديانت اوفرلاي، وهدي الجريديانت ده لون بالصوره ديت مع زاويه، وهخلي الفيل بتاعه بصفر. واضح؟ هنيجي دلوقتي نخش على الجريدينت اوفرلاي نفسها ونبدا نجرب البليند اوبشن بتاعت النورمال. طبعا بيظهر لي الافكت بتاعي او اللاير بتاعتي زي ما هي. طب انا هاجي ابدا اخش على الاوبشن الثانيه، ولتكن مثلا الداركن. هي طبعا كل افكت بيظهر حسب الايه؟ اللون وحسب الوضع بتاعه. فمثلا الديسولف هنا ده مش واضح بالنسبه لي، شوف مثلا الافكت بتاع الداركن، تمام، هنلاقي ان هو حصل ايه؟ ان هو عمل عملية دمج ما بين الخلفية وما بين اللاير اللي أنا عليها، ما بين الخلفية وبين اللاير اللي أنا عليها. ده مثلا تأثير داركن، ده تأثير المالتي بلاي مثلا، ده الكالر بيرن، ده اللينير بيرن، تمام. ده مثلا تأثير الداركر كالر، عندي حوالي 12 أو 14 تأثير، تمام. هي بتبقى عملية تجربة كل مرة، بحيث إن احنا نقدر نوصل لإيه؟ للتأثير بتاعنا.
احنا شايفين دي كلها عبارة عن ايه؟ عن تأثيرات. تمام، هو بيعمل عملية دمج ما بين الصورة والخلفية واللير، بحيث ان هي ايه؟ تطلع لي اوبشن، تطلع لي الدمج بالصورة دي. طيب احنا نقدر نخليها على النورمال ونروح على البليند اوبشن الخاصة بالايه؟ الخاصة بالشيب كله، اللي هو البليند اوبشن الخاصة باللاير كلها. لو احنا جينا غيرنا هنلاقي ان ما بيأثرش، مع ان كان الكلام ده بيحصل تأثير، لان دلوقتي انا عندي اللون اللي عندي ده مش عبارة عن لون لللاير، لا ده عبارة عن ستايل. فلما نيجي نغير البليند اوبشن الخاصة باللاير بالستايل نفسه، لازم نغيرها من جوه الايه؟ من جوه الستايل اللي هو هنا. وبعدين مع كل ستايل في البليند اوبشن الخاصة بيه، مع كل ستايل هنلاقي البليند اوبشن الخاصة بيه. ده بالنسبة لموضوع البليند اوبشن. انا مش عايز اطول على الناس اكتر من كده، ناخد بس كده ابرين سريع كده بسرعة. الحاجات المهمة عندنا موضوع الهيستوري او الاندو. دلوقتي في الفوتوشوب الاندو مختلف شوية عن البرامج التانية، بمعنى ان انا دلوقتي لما بنيجي نشتغل في الملف بتاعي، لو انا افترضت ان انا حركت مثلا الشكل بتاعي من هنا لهنا وجيت عملت اندو، هنلاقي ان هو حركه لي رجعه لي مكانه. لو عملت اندو تاني المفروض يرجع لي للخطوه اللي قبلها، لا في الفوتوشوب بيحصل ايه؟ ان هو عمليه الاندو بيبقى عمليه عكسيه، يعني هو بيعمل اندو ريدو، اندو ريدو اللي هو كنترول زد، بيعمل اندو وبعدين ريدو. تمام، ودي ممكن خاصية موجودة بس في الفوتوشوب، مش موجودة تقريبا في أي برامج تانية على حد علمي يعني. اللي هي خاصية الهيستوري، إن هو البرنامج بيحتفظ بحاجة اسمها الهيستوري بتاع الملف من أول ما يتفتح لحد الإيه؟ لحد اللحظة اللي أنت شغال عليها. تمام؟ بمعنى إن دلوقتي هو بيحفظ لي هنا آخر 20 خطوة أنا عملتهم. دلوقتي هنقول ليه 20 خطوة؟ تمام؟ آخر 20 خطوة أنا عملتهم. يعني اقدر ان انا ارجع في الخطوات زي احنا شايفين، خطوه خطوه او مجموعه خطوات مع بعضها، بحيث ان انا اوصل للهيستوري بتاع الملف او اخر 20 خطوه انا عملتها للملف. وممكن بضغطه واحده ارجع الملف زي ما فتحته، ممكن بخطوه واحده ارجع الملف زي ما فتحته. طيب احنا دلوقتي هنبدا الاول نجرب حاجه ونشوف. دلوقتي انا عندي زي ما قلنا الاندو كنترول زد. لو دلوقتي مثلا حركت الشيب ده كده هنا وعملت اندو كنترول زد، بيبدا يحركه لي هنا وبعدين تاني ايه؟ لو عملت اندو تاني بيبدا يرجعه لي المكان الايه؟ الجديد. طيب لو عملت كنترول شيفت زد بيبدا في الحاله ديت يرجعني لموضوع الهيستوري. يعني انا دلوقتي لو عملت اكتر من حاجه مثلا، بعد مثلا مسكت ده ولغيته، تمام، انا هقول له اندو كنترول شيفت زد، تمام، او اسف كنترول الت وزد، كنترول والت وزد هو اللي بيبدا يرجع لي في الهيستوري. فبيبدا يرجع لي خطوه خطوه زي ما احنا شايفين جوه الايه، والكنترول والشيفت زد بيبدا يرجع لي بشكل عكسي. يعني كنترول والالت والزد بيبدا يعمل الاندو في الهيستوري زي ما احنا شايفين، كنترول والشيفت زد بيرجع يعمل لي الريدو في الهيستوري زي ما احنا شايفين كده. تمام، الهيستوري طبعا موجود عندي هنا كبانل في الايه، في الايقونه ديت. لو مش موجود احنا نقدر عن طريق ويندو، تمام، هنلاقي ان عندي في المنيو بتاعت ويندو الهيستوري موجود عندي هنا اهو. تمام، عشان لو الناس مش عارفه تلاقيه في البانلز عندها هنا، هتلاقي موجود في قائمة الويندو هنا. تمام، طيب أنا عندي أكتر من حاجة في الهيستوري، اللي هو موضوع عدد الخطوات الأخرانية. أنا عندي هنا 20 خطوة وهو الديفولت بتاع البرنامج، نقدر نغيرها عن طريق قائمة إيديت، قائمة بعد كده بريفيرنس، بعد كده
البرفورمانس بتاع البرنامج، هنلاقي عندي الهيستوري ستيتوس تمام، اقدر ازودها او انقصها. مثلا هنخليها 40 واقول له اوكي تمام. في الحالة دي هيبدأ يحتفظ لي بعدد اكتر من العمليات. هنلاقي ان انا كل ما نعمل عملية تمام او انفذ امر تمام بيبدأ يحتفظ لي بيه زي ما احنا شايفين. تمام، فبيبقى عندي كمية اكتر من الداتا او من العمليات الايه الاسترجاع اقدر ان استرجعها. في نفس الوقت لو انا افترضت ان انا بعمل تعديل معين في الملف وعايز ان انا احتفظ بوضع الملف الحالي بغض النظر ان التعديل ده هياخد كام خطوة، يعني انا دلوقتي عايز اعمل تعديل في الملف بتاعي وقد ما يعجبنيش التعديل ده، ممكن بعد ما اخلصه الاقي انه مش عاجبني، بس انا مش عارف، انا ممكن التعديل ده ياخد مني 100 خطوة مثلا، فمش هقدر اعمل اندو وارجع للوضع الحالي. ففي الحالة دي بنقول له والله انا عايز حاجة اسمها السناب شوت تمام، اعمل لي سناب شوت. فبيبدأ يعمل لي سناب شوت هنا بالوضع بتاع الملف. هبدأ انا اغير في الملف زي ما انا عايز، سواء بقى بخطوة باتنين بمية خطوة بألف خطوة تمام. خلاص انا عملت التعديلات، انا لقيت ان الاندو بتاعي مش هيكفي، اقدر بكل بساطة اضغط على السناب شوت 1 دوت فيقوم يرجع لي الملف في الوضع اللي انا كنت اخدت فيه الايه السناب شوت تمام. اقدر ارجع لي الملف في الوضع اللي انا اخدت فيه السناب شوت. بس اهم ملاحظة في الموضوع دوت ان الهيستوري دوت زي الاندو في اي برنامج هو مرتبط بالملف وهو مفتوح، مجرد ان انا قفلت الملف وجيت بعد كده او قفلت البرنامج وجيت بعد كده فتحته تمام، هنلاقي ان عندي الهيستوري بتاعي صفر اصلا، خلاص هو بس ايه عملية الاوبن تمام. ودي من الحاجات المهمة اللي ايه ناخد بالنا منها. انا شايف ان نكتفي ان شاء الله النهاردة بالكمية ديت. لو الناس بس عندها أي سؤال تتفضل. الناس عندها أي سؤال يا جماعة؟ طيب في ناس لسه معانا؟ طيب الناس تكتب واحد، حتى لو الناس ما عندهاش سؤال تكتب لي رقم واحد. طيب احنا ان شاء الله يعني فضلنا مثلا يعني كان المفروض ناخد النهارده بعض اوامر الكوبي وحاجه اسمها الفري ترانسفورم والكلام دوت، بس شايف الوقت يعني كيف الحد كده، فان شاء الله ناخده المره الجايه ونبدا ان شاء الله في ان احنا ناخد مثال عملي على اللي احنا خدناه ده كله. ان شاء الله يعني يكون عندنا اهم حاجه الناس من هنا لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله تبدا تجيب برنامج الاوتوكاد. الاوتوكاد يا جماعه ببساطه خالص نقدر نخش على موقع الاوتوديسك نفسه. الناس اللي ما عندهاش اوتوكاد يعني تمام، وتقدر ان هي تخش على الاوتوكاد برودكتس تمام، وتقدر ان هي تختار اوتوكاد. تقدر ان هي تعمل داونلود فري ترايل، تملى بس الفورم دوت وبيقدر بعد كده ان هو ينزل، تقدر تنزل البرنامج لمدة 30 يوم فري. ودي النسخة الأخرانية اللي هي 2013. ان شاء الله هنتكلم احنا ممكن يعني عادي يعني هنشتغل، انا حاليا اللي نازل عندي 2012 مش 2013. هنحاول ان شاء الله ان ايه نشتغل عليه، بس من هنا الاسبوع الجاي ان شاء الله الناس كلها تكون منزله اوتوكاد جنب الفوتوشوب، لان الاوتوكاد احنا مش ماشي ماشي. مهندس حجازي اتفضل. والله يا بختك. انا ياما نزلت برامج من عندهم محدش اتصل بيا.
لا ما حدش اتصل بيا صراحة. يعني انا ما حصلتش. هو بيديك حضرتك هنا، لو بصيت فيه بيديك اختيار انك تختار الاوبشن بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. اختيار ال اهو بيختار انت محتاج ويندوز 32 او 64 او ماك اوبريتنج سيستم. تمام. وفي نسخ من برامج الاوتوديسك بتنزل 32 بس لوحدها او 64 لوحدها، او نسخة او نسخة مجمعة للاثنين. مهندس حجازي، والله انا مش عارف، غريب. انا بقالي سنين بنزل من الموقع بتاعهم، عمر ما حد اتصل بيا، وبحط تليفوني، يعني حاطط التليفون بتاعي عادي، محدش اتصل بيا. بس ممكن حضرتك، يعني اصل بص، هو هنا بيطلب منك بعض اختيارات زي ايه. يقول لك انت محتاج كام لايسن، تمام، فاقول له انشور مثلا. وهنا بيقول لك انت فعلا عندك مشروع فعلا او كده، تمام. فانت قول له ايه مثلا، برضو مثلا قول له لا ما فيش بادجت، يعني مش من بادجت، مش عارف، تمام. وممكن برضو التايم فريم، انت ممكن تقول له ايه، انا ما فيش بلان دلوقتي ان انا اشتري. وبرضو في مثلا اختيار بتاع انت ايه موقعك، او هل انت ديسيشن ميكر في الموقع بتاعك في الشركه بتاعتك. قول له ايه، ممكن ريكومندر او ايه، او نوت نو يعني نوت انفولفمنت، يعني مش ايه، مش ماليش دعوه بالموضوع ده يعني. فانت ايه، اهرب المسؤوليه من دلوقتي يعني، وريح دماغك. انا صراحه عمري ما حد اتصل عليا، بس عادي، هم اللي بيدفعوا بقى ثمن المكالمه. قصدي يا جماعه، بس الناس تحاول تنزل البرنامج، لان احنا الاوتوكاد مش هنشتغل عليه كتير يعني. احنا هناخد ممكن المره الجايه بس فيه بعض اوامر اساسيه في الرسم وفي التعديل وفي الحاجات دي اللي احنا بنحتاجها في الشغل بتاعنا. فالناس اللي ما عندهاش البرنامج تنزله. لا لا، هو مش دورة اوتوكاد، بس احنا مضطرين نشتغل معاه عشان احنا محتاجينه. استاذ حسن، هي مش دورة اوتوكاد، احنا الاساس بتاعنا الفوتوشوب، بس احنا يعني مضطرين ان احنا نتكلم فيه، لان يعني لو الناس دلوقتي مثلا، احنا ممكن نعمل بول مثلا، نشوف الناس كم واحد عنده فكرة عن البرنامج او بيشتغل كويس عليه، ونشوف الناس هل فعلا شغالة. لو شغالة كويس على البرنامج ممكن ما نشتغلش خالص عليه يعني. الناس سريعا كده تجاوب لي على السؤال ده. نعم استاذ حسن. دورة البرنامج، لا هو بقول لك احنا مش هنشتغل على البرنامج، مش هنشتغل يعني، هناخد بس مبادئ في البرنامج، اما مش دورة اوتوكاد كاملة. مش هناخد دورة اوتوكاد كاملة، هو زي ما احنا شايفين اهوت، يعني نص الناس شغاله كويس ونص الناس مش شغاله كويس. فاحنا يعني هناخد المبادئ اللي احنا لازم نحتاجها في البرنامج عشان الناس اللي هي مش شغاله تبقى عارفه. وان شاء الله يعني المره الجايه ممكن يعني ايه، هنبدا نصدر من برنامج للفوتوشوب، وهنلاقي ان شاء الله ان الموضوع سهل، لان احنا خلاص اللي هنتكلم عليه في الفوتوشوب بعد كده تقريبا كله اخدناه. هيبقى عمليه مراجعه على اللي احنا خدناه، الادوات اللي خدناها، وتطبيقها بقى العملي في الكلام اللي احنا بندرسه. ان شاء الله ان شاء الله سامي. الموضوع سهل يعني، مفيش حاجه، احنا يعتبر الاجزاء الصعبه عديناها. حتى الادوات اللي احنا لسه ما خدناش في فوتوشوب ومحتاجين ناخدها، ادوات سهله وادوات ما بنستخدمهاش كتير يعني. احنا الادوات اللي بنستخدمها كتير في البرنامج خدناها الحمد لله. فإن شاء الله اللي جاي أسهل كتير، بس الناس تكون جاهزة بالبرامج وتطبق بقى، لأن الفترة الجاية هي عملية تطبيق أكتر ما هي معلومات جديدة. لو في أي حد عنده سؤال في الكلام اللي خدناه النهاردة أو في المحاضرات اللي فاتت يقدر يسأل، اتفضل.
طيب يا جماعة نختم إن شاء الله. جزاكم الله يا جماعة، وإن شاء الله يكون يعني في استفادة للجميع بإذن الله. العفو والشكر ليكم إن شاء الله، والشكر لدكاترة الأكاديمية اللي بتتيح لنا جميعا الفرصة ديت، وإن شاء الله يعني ماشي يا جماعة نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اتفضل يا أستاذ حسن. هو إن شاء الله يعني أنا شايف في يعني محاضرات 3D Studio Max شغالة أوريدي على الأكاديمية، حضرتك تقدر تتابعها يعني. في أوريدي محاضرات 3D Max شغالة، يعني الناس شغالة فيها، تقدر حضرتك تتابعها إن شاء الله. ولو في حد إن شاء الله معانا من الدعم الفني يقدر دلوقتي يدلك على مواعيدها وعلى الرابط بتاع الأكاديمية يعني بتاع اليوتيوب الخاص بيها يعني المحاضرات اللي فاتت. وأعتقد في دورة أوتوكاد برضو كانت معمولة قبل كده هنا يعني، حضرتك حتى لو تحب إنك تاخد فكرة عن أوتوكاد بشكل كامل، لأن إحنا طبعا هنتعرض أوتوكاد بشكل يعني سطحي جدا يعني. في فعلا محاضرات حاليا شغاله ل3D ماكس في الاكاديميه، بس الاوتوكاد اعتقد كان في دوره قديمه، انا مش متاكد والله، هم الشباب في الاكاديميه يقدروا يفيدوا حضرتك. كان في فعلا دوره قبل كده. بس مسجله اعتقد يا شباب. الرابط هو رابط اليوتيوب الخاص بالأكاديمية. طيب كويس جدا، هي مسجلة تقدر حضرتك تخش وتشوفها ببساطة يعني، الموضوع هيكون بسيط جدا يعني. و3D Max برضه مسجلة. ما انا عارف هي 3D Max حاليا شغالة لسه وبتسجل، بس عشان الأوتوكاد كانت قديمة فبنسأل عليها. فهو حضرتك أستاذ حسن تقدر تخش تشوف الماكس والإيه والأوتوكاد إن شاء الله. وبرضه لو في أي سؤال فيهم تحت أمرك يعني، حضرتك الإيميل الخاص بيا. حضرتك بس يعني لو في أي حد عنده سؤال يبعت لي بس إيميل، بس يعمل السبجكت الدارين عشان نقدر نعرف إن هو تبع الإيه الدورة، لأن أنا ما بفتحش إيميلات من أشخاص ما أعرفهمش يعني. فلو أي حد عنده سؤال يبعت لي ويبعت لي إن شاء الله عليه، ويكتب بس السبجكت الدارين ويشرح اللي هو عايزه كله في الإيميل، وإن شاء الله نرد عليه. مش فاهم حضرتك يا أستاذ حجازي، بعد إذنك معلش. مهندس حجازي طبعا احنا ده الهدف بتاع الدوره اصلا، ان احنا نطلع المساقط الخطيه والواجهات بالفوتوشوب، هو ده الهدف الاساسي للدوره يا مهندس حجازي. وان شاء الله هو من المره الجايه هنبدا ناخد فيه باذن الله. بس يعني احنا يعتبر اخدنا الادوات الاساسيه زي ما قلنا المره الاجزاء اللي فاتت، وان شاء الله من المرات الجايه هنبدا نطبق الكلام ده، والناس تبدا تطلع بقى شغل فعلي، عشان حتى الناس اللي معاها فوتوشوب او تعرف فوتوشوب كويس يكون تحس ان في استفادة ان شاء الله من الدورة بتاعتي. اي سؤال يا جماعة؟ عشان اتفضل يا استاذ شريف. شكرا لك استاذ حسن. ما ينفعش في ايه بالظبط؟ لا لا، هو ما ينفعش طبعا.
ما ينفعش طبعا استاذ شريف، يعني استخدام ال 3 ماكس ملوش علاقه خالص بالكورس اللي احنا بنتكلم فيه. يعني لو ده سؤالك، فاحنا 3 دي ماكس ملوش علاقه خالص باللي احنا بنشتغل فيه. يعني هو احنا العكس ممكن يحصل، ان حضرتك بتكون شغال 3 دي ماكس، حضرتك ممكن تكون بتشتغل 3 دي ماكس مثلا، بتعمل مناظيرك، بتحتاج الفوتوشوب مثلا انك تجهز مثلا ماتيريال، انك انت تعمل بوست برودكشن مثلا على الصور قبل ما تطبعها، حاجات من دي. بس احنا هنستخدم الاوتوكاد ان احنا نصدر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنستخدم الاوتوكاد ان احنا بنصدر الملفات بتاعتنا. يعني ان شاء الله المره الجايه هيظهر معانا الامور دي كويس. أستاذ حسن علي، بيقول مش عارف والله، مش فاهم حضرتك. أستاذ حسن اعذرني. هو يعني أستاذ شريف، استخدام كل برنامج مختلف شوية عن التانيين، بس هما استخدامات متداخلة، لأن يعني الأوتوكاد مثلا في الدورة بتاعتنا الأوتوكاد هو بيخدم الفوتوشوب، بس الإخراج النهائي بتاعك بيكون في الفوتوشوب. العكس بيحصل في الماكس. الماكس هو مثلا بيطلع الشغل، وبعد كده حضرتك بتتخرج بيه الفوتوشوب، وبرضه بيحصل انت بتجهز في الماكس، ممكن بتحتاج فوتوشوب انك تجهز ماتيريال وحاجات من دي. فهو الهدف بتاعنا حاليا احنا نطلع المخططات. ممكن حضرتك راجع اول محاضرة هتلاقي فيها الهدف بتاعنا، هنطلع المخططات والواجهات عن طريق الفوتوشوب، بنلونها، وهو ده ان شاء الله اللي احنا بنستخدم فيه الكلام دوت اللي في الاوتوكاد، ومالوش اي علاقه بالماكس خالص. العفو استاذ شريف، اتمنى نكون وضحت الصوره اللي هتطلبها. يعني ماشي يا جماعه، لو في اي سؤال تاني اتفضل استاذ باشمهندس. نختم ان شاء الله. في سؤال بس اكتب رقم 2، هنتظر معاكم. مفيش، نختم ان شاء الله. جزانا وياك مهندس حجازي. جزانا وياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.